بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في حزب النور وبنحاول نأيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكرة جسور. ندوس عالهم والأحزان ونحمي كرامة الإنسان، نصلح عملة السجان نرجع حلمك المهدور. في حزب النور وبنحاول نأيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكرة جسور. في حزب النور وبنحاول نأيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكرة جسور. في حزب النور وبنحاول نأيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكرة جسور. ما نوعدكيش نجيب الشمس لكن نفتح منافذ نور، ننسيكي مرار الأمس نخضر لك صحاري البور. ما نوعدكيش نجيب الشمس لكن نفتح من الشيطان فبنعمة الله يجحدون.
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضرموا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا جميعا على تلبية الدعوة وكتب الله لكم ذلك في ميزان حسناتكم. نرحب بكم في المؤتمر الحاشد لمرشحي حزب النور بالدائرة الأولى قائمة ودائرة المنتزة فردي، وبنرحب بالسادة الحضور وباقي المرشحين في مسيرة وهم الآن في تراقيهم إلى المنصة. نبدأ اليوم وقد تنازل الأستاذ إبراهيم رجب أمين عام دائرة المنتزة والمرشح لعضو مجلس الشورى بكلمته إلى الدكتور إيهاب يحيى وهو من مرشحي قائمة حزب النور الدائرة الأولى رمز الفانوس، فليتفضل الدكتور إيهاب. يشرفني أن أنا أكون معكم النهاردة وأشكركم جميعا على تلبية الدعوة والحضور، وده إن دل على شيء فإنما يدل على حرص الجميع على مصلحة بلدنا التي نتشرف لأن نكون من أبنائها، وهذا أيضا بادرة خير. يعني نحن بهذا الاجتماع الطيب والحرص على الحضور إن دل على شيء فيدل على أن الجميع يريد مصلحة هذه البلاد ويسعى إلى ذلك. فبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أخوكم إيهاب يحيى محمد عبد السلام مرشح حزب النور على القائمة رقم 3 في القائمة، والقائمة بتاعة الحزب هي رمز الفانوس زي ما سمعتم، وهي إن شاء الله هتجدوها هي أول قائمة من 11 قائمة موجودة في المنافسة على هذه الدائرة، الدائرة الأولى اللي هي تشمل المنتزة والرمل وسيد جابر. إحنا في حزب النور عملنا برنامج انتخابي، برنامج بنطرح فيه الرؤى لنا خلال الفترة القادمة، واللي هي فترة حرجة جدا في تاريخ مصر، وهي بداية إن شاء الله للتغيير الشامل. وإحنا اخترنا عنوان البرنامج معا نبني مصر، ما قلناش سوف نبني نحن مصر، ولكن قلنا معا سنبني مصر، بمعنى معا دي تحمل معنى إن إحنا كلنا لابد نشارك في هذا البناء. هذا البناء لن يكتمل ولن ينضج ولن نرى أثره إلا معا، لما نتشارك نشترك جميعا في هذا البناء. فالفساد كما تعلمون كان مستشري، وصل إلى النخاع، أعمق من النخاع، فلغاية تغير الحال لابد أن نتغير جميعا وأن نسعى جميعا نحو الأمام ونحو التقدم بالإخلاص والصدق وبالخطوات السليمة. سوف نصل بإذن الله تبارك وتعالى ونحن نحسن الظن بالله. وبعدين حطينا كلمة عنوان آخر تحت معا نبني مصر، هوية أو هوية ودولة عصرية بعقول وأيادي مصرية. هوية دي إشارة لمرجعيتنا في الحزب، دي المرجعية اللي احنا طريناها، اللي هي مرجعية أغلب المصريين اللي كل مصري لا يستغني عنها، وهي مرجعية الإسلامية. فاحنا اخترنا
هذه الهوية لتكون شعار لنا بداية. بنقول إن دي مرجعيتنا، وإحنا هنرجع للهوية دي في كل أحوالنا، وإحنا مع المرجعية دي سوف نرى كل الخير، لأن المرجعية دي مش مرجعية أرضية، دي مرجعية سماوية، مرجعية فيها العزة وفيها الكرامة وفيها المساواة وفيها الخير، كل الخير، فيها العدالة الاجتماعية، فيها الحرية. بنرحب بإخواني المرشحين في حزب النور سواء على القائمة أو الفردي الذين شرفونا الآن إن شاء الله. عامل مؤتمر الله يكرمك. نستأنف الكلام. احنا زي ما قلنا اخترنا العنوان يمثل الحزب بكلمات بسيطه جدا، مع زي ما قلنا كلنا نبني مصر، ثم ذكرنا هوية ودولة عصرية بعقول وأيادي مصرية. والهوية ذكرنا الواقعية بتاعتنا اللي احنا بنعتز بيها وعارفين ان سعادة الدنيا والآخرة فيها واحنا متمسكين فيها، وكل الحاجات اللي احنا بنشهدها في مصر وكل الأشياء التي يسعى إليها كل مصر سواء مسلم أو غير مسلم تتحقق من خلال هذه الهوية. والكلام إن شاء الله في الموضوع ده سوف يكون مفصل مع أخونا المهندس عبد المنعم الشحات المرشح الفردي في قيادة الدائرة. بعقول بقولوا عن كده دولة عصرية. ليه دولة عصرية؟ عشان دايما للأسف الشديد أعداء الإسلاميين على العموم دائما ينسبوا إليهم الرجوع إلى الوراء، يقولوا الظلامية، احنا بنقولوا احنا دولة عصرية، يعني ان اي مبدأ واي حكمة من الشرق او الغرب هتفيد الامة طالما لا تختلف مع ثوابتنا احنا هنرحب بيها ونتمسك بيها، واي اداة تجعل او اي آلية تنهض بهذه الامة لا تختلف ولا تتناقض مع ثوابتنا احنا برضك هنأخذ بيها. فالحكمة هي ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها، وجدها في الصين هياخدها، وجدها في أمريكا برضك هياخدها. بعقول وأيادي مصرية. ليه بعقول؟ لأننا دايما نعظم هذا العقل ولا نستهين به، ما بنقولش إحنا بنلغي العقل، العقل له دور أساسي جدا في حياتنا. العقل اللي إحنا بنعرف به النص إن هو صحيح ولا مش صحيح طبعا غير القرآني، والعقل اللي بنفهم به النص، والعقل اللي احنا بنصل به الى ما نريد. بعقول وايادي مصرية، بايادي مصرية بنجتمع جميعا بهذه الايادي اللي هي حريصة على مصلحة هذه البلد وحريصة على نمائها وحريصة على ازدهارها باذن الله، حسن ظننا بالله ثم بالمخلصين مننا ان شاء الله سوف تكون مصر لها الريادة والسيادة على دول العالم. سنرى هذه البلد تعود إلى المكان اللائق بها في الريادة والسيادة بنا جميعا وبحرصنا على هذه البلد. الجانب المفروض أتكلم عليه مرة تانية هو جانب الصحي، لأن أنا دكتور وده عملي اللي أنا موجود فيه، وكما تعلمون الحالة المزرية التي وصلت إليها الصحة في بلدنا، أبسط حاجة أنك تعرف أن الموازنة الميزانية العامة 1.5% بس للصحة، لو بصيت لأي دولة متقدمة بتوصل ل7-10%، وده دليل عدم الاهتمام بصحة المواطن. الحقيقة أن كل واحد، كل إنسان مفروض على ظهر هذه البسيطة لثلاث حاجات أساسية النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الحديث، قال من أصبح منكم إيه؟ آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ثلاث حاجات، يبقى غذاء وأمن وعافية، صحة. ثلاث حاجات دول
الحاجات اللي معناها هي الدنيا، هي دي الدنيا. فالعافية ده حق إنساني، حق لابد أن هو يصل لكل إنسان. العافية هنا في مصر والرعاية الصحية وصلت إلى هذه الحالة المزرية. إحنا لنا تخطيط ولنا رؤية في تغيير هذا الحال لأفضل الأحوال، لنا خطة طويلة المدى، ولازم يبقى لنا بعد نظر دايما نخطط لقدام. للأسف النظام القديم كان لا ينظر إلا تحت قدميه، وكان عبارة عن جبر أشياء يعني مكسورة أو أشياء حتى تسير السفينة أو يسير الركب على ما هو عليه من فساد وإفساد. لكن المسألة لابد أن هي تكون أعم من كده، لابد أن يكون في تخطيط للمستقبل. أنا أفتكر مرة نظيف لما سألوه عن موضوع أثيوبيا ومشكلة المية، كان رد رد عجيب جدا، قال يا جماعة على فكرة المشكلة دي مش هيعاني منها الناس إلا بعد 50 سنة، بعد 50 سنة، وكأن بعد 50 سنة دول لا يعنينا، وكأن إن إحنا بنبص بس في الوقت اللي إحنا عايشين فيه، لكن بعد 50 سنة إن شاء الله يحصل ما يحصل مش مشكلة. وده يدل على يعني للأسف نظر قاصر جدا، واللي يخطط للبلد واللي يقوم عليها لابد إن هو يكون ليه نظرة بعيدة جدا لمئات السنين، مش بس نظرة قاصرة تكون للحظة اللي هو فيها. فإحنا عندنا حلول بتكون حلول عملية للواقع اللي إحنا فيه، وحلول تانية للمستقبل. حلول المستقبلية إن إحنا بنقول تدريجيا لابد إن الموازنة تزيد، وفي أشياء أقل أهمية من الصحة بتاخد نصيب كبير جدا من الموازنة، فلابد من إعادة النظر في ذلك. لازم الموازنة ترتقي للدرجة العالمية. كنت بقول إن أحد الناس في يوم من الأيام الأخ بيقول لي الوقت انتهى، أنا ما قلتش حاجة. طيب أنا هحترم الوقت، ولكن أنا ألخص الموضوع بسرعة. إن إحنا عندنا يا جماعة عشان نعالج الوضع الحالي بطريقة سريعة، عندنا حاجة وقائية وحاجة علاجية. أنا عشان العلاج دلوقتي بقى مشكلة، فأنا عندي مشكلة في العلاج، فلابد أن أهتم بالوقاية. ولو اهتميت بالوقاية بصورة عالية جدا هوفر أماكن العلاج بكثرة. على سبيل المثال لو رحت مستشفى الصدر مثلا هنا، هتجد أن 90% من رواد المستشفى كان سبب دخولهم إيه؟ يا إما تدخين، يا إما تدخين سواء سجاير أو شيشة، معظم الناس اللي في المستشفى. فأنت عندك سبب جوهري بيفسد. كانوا عايزين يكتبوا على كل علبة سجاير، ده حقيقة والله، إن هذا المنتج يسبب سرطان اللسان والبلعوم والحنجرة والمريء والرئتين والمعدة والبروستاتا، كان هيكتب كده على كل علبة. على فكرة شركات السجاير كانت موافقة إن يكتب كده. عارفين ليه؟ لأن هو بيقدم طعم، وعارف إن اللي بياخده ده بعد كده مش هيستغني عنه وهيجري وراه. فده منتج سيء جدا، ولابد ان احنا يكون عندنا توعية ان احنا لو فعلا علمنا الناس وصلنا لدرجة الفهم العالي ان ده بيدمر الصحة ولا ضرر ولا ضرار، هنحل مشاكل كتير جدا وهنفضي أسرة كتيرة جدا، ومش بس الصدر، القلب والمشاكل الكتيرة جدا. العدو الاستراتيجي في مصر يا جماعة، في عدو استراتيجي مفروض احنا نتعامل معاه، هو البلهارسيا. ده عدو استراتيجي لنا كلنا، ده مفروض الأبحاث ليل ونهار عشان نقضي على البلهارسيا. البلهارسيا تدمر المزارعين في مصر، كل ما يترتب عليها من تليف بعد كده وسرطان في الكبد وفيروس سي، كل ده كان سببه هذا يعني هذا اللي سموه البارازايت، هذا النوع هو اللي سبب هذه الكارثة. فلابد أن نتعامل مع الأشياء شوية وعي. الولد بيروح للدكتور عنده 4 سنين عنده لين عظام، والسبب بسيط جدا، انه ما كانش فيه وعي، ان امه وابوه ما طلعهوش في الشمس. بس لو شويه وعي خلاص حلينا مشاكل كتير جدا. يبقى المساله الوقائيه دي مهمه جدا، تثقيف اجباري من يوم الولد يتولد، بيروح الصحه بيقول له لابوه وامه انت لكم ميعاد اسبوعي، تثقيف اسبوعي عشان يعرفوا ازاي يتعاملوا مع هذا الوليد، وبالتالي هيحدث تغير في الصحة والعافية، ومبقاش محتاجين للصحة العلاجية اللي هي بتمثل لنا مشكلة بعد كده. الحل العملي التاني في الواقع اللي احنا فيه علاجيا، ان احنا مثلا عندنا مشكلة في الطوارئ، معروفة مشكلة الطوارئ في مصر، ازاي نتغلب عليها عمليا ان احنا كل مستشفى خاص، كل مكان لابد ان يكون فيه ميثاق شرف،
في هذه الأماكن، وده موجود في العالم كله. مفيش حالة طوارئ تدخل مستشفى خاص ويقولوا ما تدخلش، لابد أن تتم له الإسعافات الأولية الكاملة وبعد كده ينتقل لمكانه. احنا ممكن جدا عمليا نتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ ان اي مستشفى خاص يبقى لازم فيها حظر من الاسره لعلاج اقتصادي وعلاج مجاني. اي مستشفى خاص مش هتاخد الرخصه الا ما يكون فيها مكان لعلاج اقتصادي وعلاج مجاني، ومكان ولو سرير واحد في العنايه. وكل ده يتم تنسيقه مع الوزاره نفسها عشان ما يبقاش فيه فساد ولا افساد. ساعة ما الإسعاف بتطلع باللقوم مرمي عنده شلل مفاجئ، جلطة في المخ أو نزيف أو ملقى في الشارع أو واخده من أي حتة، بيسأل يا جماعة العناية اللي فاضية فين؟ يقولوا له روح على العناية فلانية. ما تروحش دلوقتي تلاقيه مرمي في الميري على الأرض، ما تلاقيهوش مرمي على الأرض وقوله معلش ما عندناش مكان، مرمي على الأرض لغاية أما الجلطة تستفحل فيه وخلاص وانتهى، ويخرج شخص معوق أو يتسبب الأمر إلى وفاته. وده بيحدث يوميا، وعايزك لو رحت دلوقتي هتشوف هذه المأساة. فلابد من هذا التكاتف. كتير جدا من رجال الأعمال وأهل الثقة في بلدنا معاهم فلوس، هو عايز يوجه الفلوس دي في جهة ولكن يضمن أنها تصل لهذا المريض فعلا المستحق. فهذا لما يجد الثقة، يجد ثقة من هؤلاء، فهو بيوجه توجهاته إلى هذه الأشياء، ويحدث نوع من الرخاء ونوع من العناية اللي احنا محتاجينها تكون لمرضانا في هذه الأماكن. مهم جدا الاهتمام بالكادر الطبي نفسه، الطبيب نفسه. الطبيب لابد أن ياخد حظه من الأجر، لأنه ليه وضع اجتماعي معين، واللي بيخليه يسيب مستشفياته ويطلع بره أنه هو بياخد ملاليم. تعرفين أن الدكتور الجامعي نفسه لو بصيت في الكادر الوظيفي بتاعه، يعني أستاذ دكتور في كلية الطب مثلا، بص لمعاشه وبص لمعاش موظف حكومي عادي، هتجد العجب العجاب، لدرجة ان بعض أساتذة معينين ما يقدرش يفتح عيادة. أستاذ فيسيولوجي مثلا أو أستاذ باثولوجي، لا باثولوجي بيفتح، فيسيولوجي أستاذ بايوكيمستري أو كده، ده ما يقدرش يفتح عيادة. تخيل ان حصل ايه عشان بس يبقى حاجة معينة. الرجل ما وجهه اتفق الدكاترة ان هو يقدم ورقة في سن المعاش ان الدكاترة كلهم يدوله جزء من مرتبهم عشان يبقى معاشه مقبول شوية يقدر يعيش بيه، وهو استاذ دكتور. ده اجر استاذ دكتور، والله اقل من اي موظف حكومي، وده امر واقع حقيقي. فانت عايز تطلبه ان هو يؤدي زي ما بعد كده هنسمع المدرس عايزه يؤدي افضل اداء، وتديله ملاليم وتقول له ما تديش دروس خصوصيه، ومش عايز الدكتور يهرب من المستشفى، اديله، شاركه. وده موضوع اداري سهل جدا، ان يكون له جزء من المشاركه، جزء من الاقتصادي. هترتقي بالمكان. وقلت قبل كده تجربه عمليه حصلت في مستشفى دمنهور التعليمي، ان راجل واحد باداره ناجحه استطاع ان هو يغير كيان المستشفى تماما. ماشي يا جماعة، غير كيان المستشفى ازاي؟ خلى كل دكتور له جزء من العملية اللي بيعملها. فأنا مثلا بعمل النهاردة 10 عمليات، 5 مجاني و5 ليا فيهم جزء. أرضى ولا مرضاش؟ أرضى. الدكاترة بدل ما كانوا بيخطفوا العيانين بقوا يرحبوا بالعيانين. الأجهزة نفسها بقت تيجي المستشفى، لأن المستشفى فيها شغل، مش مستشفى ميتة. بقى شركات الأجهزة بتتنافس على المستشفى. حصل رقي بإدارة ناجحة. عايزين ناس تحب البلد وحريصة عليها وحريصة على إنمائها وحريصة على مصالح الناس، تشعر بمشاكلهم وتسعى لحلها. ده ببساطة جدا هو منهج حزب النور. إصلاح بصدق وإخلاص، بشعور بحال الناس الحقيقية، والسعي لحل مشاكلهم وأوضاعهم وإصلاحها ووصول بهم إلى أفضل الأحوال، الغذاء والأمن والصحة. ده الكلام المختص بيا وموضوع الصحة. آسف للإطالة وآسف إن أنا تعديت على الوقت، وأتمنى أن نكون وصلت جزء من المعلومة، وشكرا لحسن استماعكم وإنصاتكم. السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله خيرا الدكتور اياد يحيى مرشح حزب النور القائمه الاولى على موضوع حضرتنا النهارده من بند الصحه واصلاح الصحه في مصر. في الحقيقه اخوانا انا يعني بحسد شيخ الاسبيريشن كيف، لان احنا
فترة تم إلغاء المطار الثاني لظروف الجو هناك والمطر الشديدة، فضمنا كل المرشحين عندهم في المطار بتاعهم. وبعدين كمان فاجأنا الأستاذ إبراهيم لجب بوصوله من الحج أمس، وكذلك الأستاذ أشرف ثابت في وسط الأمس، فكل دول انضموا للمؤتمر بتاعكم، فهنيئا لكم هذه اللجنة. الآن مع الكلمة الأستاذ عبد السلام بلح. هو تنازل عن صفات كتير وتنازل عن قدر عالي، واكتفى بإن احنا نقدمه عضو الهيئة العليا لأمانة دائرة المنتزة بحزب الدور وأمين شيخ السمش قبلي فليتبرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، في الحقيقة يعني أنا جلست إنما لأرحب في يعني شيختي، وهي يعني شيخة سيدي بشر إبلي، ولي الشرف في الحقيقة يعني أن أكون في مثل هذه الشيخة التي هي تتبع دائرة يعني المنتزع، وبفضل الله عز وجل كان لها من يعني الأعمال الكثيرة جدا التي قدمت لأهل الدائرة. فقبل أن أتكلم، وإن شاء الله أنا سأختصر اختصارا شديدا جدا لأن الوقت أزف بنا في الحقيقة، فسأختصر اختصارا شديدا جدا. أولا يعني أرحب بالسادة الكرام مرشحي حزب النور لدائرة المنتزة أو الدائرة الأولى في الإسكندرية، وعلى رأس القائمة الأستاذ الفاضل أشرف ثابت والأستاذ محمد رمضان الزعيري والدكتور صاحب الكلمة السابقة التي يعني ربما أرى هذا التأثير الكبير جدا على وجوه السادة الحضور من هذه الكلمة، وهو الدكتور إيهاب يحيى والأستاذ حسن المصري والأستاذ عبد العال أبو الغيط، وكذلك أيضا المرشحي الفردي المهندس عبد المنعم الشحات، وكذلك أيضا الأستاذ صبري سالم، وكذلك أيضا صبري سليم، وكذلك أيضا يسعدنا يعني وجود الأستاذ إبراهيم وهو يعني أمين دائرة المنتزة، وهو مرشح حزب النور على مجلس الشورى. مرشح حزب النور على مجلس الشورى. أرحب بهؤلاء السادة الكرام في هذه يعني المناسبة الطيبة وهذا المؤتمر الذي يعني نراه بأعيننا. في الحقيقة يعني حين تم فضل الله عز وجل علينا وتم إشهار هذا الحزب الطيب المبارك وأصبح يعني له يعني هذه الصفة القانونية، بدأ بفضل الله عز وجل أبناء الدائرة الكرام في هذه الشياخة وفي غيرها من الشياخات في الحقيقة في دائرة المنتزة بالجهد الكبير جدا من أجل تقديم خدمات كثيرة جدا لأبناء الدائرة. ويعني أنا والله حين يعني أنظر إلى هذه الوجوه في هذا المؤتمر فأنا أشعر بسعادة شديدة جدا. لعل سائل يسأل ما سر هذه السعادة حين أنظر إلى هذه الوجوه، لأنني حين أنظر إلى هذه الوجوه التي أمامي أرى أنني قريب من كل واحد منهم، وربما يعني لو نزلت من على يعني هذه المنصة وصفحت الإخوة الكرام فالكل سيتذكر أنني ربما كنت معه في مسجد من مساجد الأوقاف، أو ربما كنت معه في بيته، أو ربما كان عندي في بيتي، أو ربما كان في المكتب أو غير ذلك، ربما كنا مع بعضنا البعض، ربما نحل مشكلة يعني من الأحوال الشخصية حيلت مثلا علي، أو جمعني به فرح، أو جمعني به كذا، أو ربما جاءني في مشكلة من المشاكل مع الأمن أو غير ذلك فقمت بالاتصال بمديرية الأمن وضابط المباحث وغير ذلك فحلت المشكلة في الحال، أو ربما مشاكل كثيرة جدا يعني رآها الكثير ونحن في خدمة هذه الدائرة الكرام، فسارعنا مصارعة كبيرة جدا في الحقيقة بتقديم بعض الخدمات. ومن هذه الأشياء التي قدمت لأبناء الدائرة بفضل الله عز وجل كان من ضمن هذه الأسواق الخيرية التي ربما ذاع صيتها في يعني
يعني شياخة سيدي بشر والتي استفاد منها كثير من أبناء الدائرة الكرام. كنا قد بدأنا بالسوق الخيري للسلع الرمضانية، ثم بعد ذلك بدأنا بالسوق الخيري لأدوات المدارس، ثم بعد ذلك بدأنا بسوق خيري للحوم البلدية، ثم من ربنا سبحانه وتعالى أيضا علينا وقمنا بإنشاء يعني مركز النور التعليمي بفضل الله عز وجل في شارع 15 هنا في سيدي بشر. وكذلك أيضا كان مع هذا المركز التعليمي الذي كان في خدمة أبناء الدائرة ورفع عن يعني كاهل الآباء يعني معاناة الدروس الخصوصية، كانت هناك أيضا حضانة براعم النور التي بفضل الله عز وجل تقدم إليها الكثير من أولياء يعني أمور وأباء يعني هؤلاء الأطفال. وحين يعني نظروا إلى مثل هذا الصرح في الحقيقة الذي ربما يعني لم يأخذ حقه في الإعلام في حزب النور، فحين يعني أنشأنا مثل هذا كان لهذا تأثير كبير جدا على أبناء الدائرة، وكأنهم كانوا في اشتياق إلى مثل هذه الخدمات التي تؤدى إليهم. هذا قل على مستوى مثلا شياخة سيدي بشر، أما على مستوى الإسكندرية فضل الله عز وجل وتوفيقه لنا، فقمنا أيضا بمساعدة أبنائنا الطلبة من أبناء الأزهر الشريف حين يعني تعرضوا في بعد قيام الثورة لضياع الوقت الكبير منهم، وكانت هناك مشكلة في الامتحانات وغير ذلك، فتصدرنا القافلة بفضل الله عز وجل إلى منطقة الأسكندرية الأزهرية، وتم حل مثل هذه المشكلة لجميع الأبناء من طلبة الأزهر. وكذلك أيضا حين نظرنا إلى تلك المعاناة التي يعانيها أبناء طلبة الأزهر في عدم وجود كليات ل فرع جامعة الأزهر هنا في الإسكندرية والسفر إلى القاهرة وبقية المحافظات، فتم بفضل الله عز وجل قطع شوط كبير جدا في إنشاء فرع لجامعة الأزهر هنا حين من ربنا سبحانه وتعالى علينا، وأصبح عندنا عقد مسجل للأرض هي هبة للأزهر الشريف، وكذلك أيضا صاحب يعني هذا التبرع أيضا حرص على أن يقوم بجهد وافر أكبر من ذلك، وهو بناء البنية الأساسية لهذه الجامعة، وتم عرض ذلك على شيخ الأزهر السابق وهو فضيلة الشيخ سيد طنطاوي، ثم من بعده على الشيخ أحمد الطيب، وكذلك أيضا على رئيس جامعة الإسكندرية. وإن شاء الله تعالى نحن بصدد يعني إتمام مثل هذه الخدمة الكبيرة جدا، وخدمات كثيرة في الحقيقة يعني قدمت. وأخونا يعني بيقول لي الوقت، أنا فعلا ربما أكون قد أخذت من الوقت الكثير، ولكن الإخوة يسامحوني، ولكن أنا على وعد مع يعني أبناء هذه الدائرة الكرام وأنا واحد منهم ومن بينهم أن نستعرض جميعا الخدمات التي قدمت وما ستقدم بمشيئة الله سبحانه وتعالى حين يمن علينا ربنا سبحانه وتعالى باجتياز هذه المرحلة التي نمر بها، وهي مرحلة الانتخابات في هذه الأيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يعني كما ترون اللجنة المنظمة متعسفة جدا في موضوع الوقت، وبالتالي المتحدث بيبقى متلهوج شوية، لكن أنا هحاول بسرعة جدا أتكلم في أهم النقاط التي تشغلنا في هذه المرحلة. بداية، نحن بنقدم أنفسنا اليوم بمشروع إصلاحي جديد، ونحن نشتغل يعني منذ سنوات بفضل الله تبارك وتعالى
في الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والآن يوجد فرصة للإصلاح في الجانب السياسي. كلمة الإصلاح احنا بنستخدمها كتير جدا، يعني بنقول أجهزة كهربائية بتتصلح، بنقول أي آلة بتتصلح. معنى كده إيه الإصلاح؟ إن بيكون عندك نموذج وحصل انحراف عن هذا النموذج، يقوم الإصلاح تعمل إيه؟ تاخد الصورة الحالية، تعمل خطة إنك تنقلها للنموذج، فهو ده الإصلاح. فالإصلاح لما حد يتكلم على الإصلاح لازم يكون عنده أمرين. الأمر الأول يبقى عنده نموذج بيقدمه، والأمر الثاني عنده رؤية للواقع، الجهاز ده إيه اللي مختلف فيه عن النموذج، إيه اللي باص فيه، وبعدين يقول والله إحنا كيف ننتقل بهذا الوضع إلى النموذج. اللي بيختلف من حزب إلى آخر، وبالذات الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، منين بيجيب النموذج؟ منين بيجيب النموذج؟ إحنا بنقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني بنقول إن الخالق أعلم بخلقه، وإن يبقى كده نجيب النموذج من الشرع الذي شرعه الخالق. فدي بداية يعني إيه إحنا بنقول إحنا عايزين منهج إصلاحي، سواء كنت بتدعو عليه على المنبر أو أنت النهاردة بتدخل له في المجال السياسي. الآليات بتختلف، لكن القناعات بتيجي منين. النهاردة بقول إصلاح بما شرع الله لنا، وده كلام ليس بجديد علينا. احنا الدستور المصري اللي كان قبل الثورة كان بينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لكن الكلام ده ما كانش مفعل بالدرجة الكافية لاعتبارات يمكن مش هيسعى في الوقت ان احنا نقولها. وفي نفس الوقت الان احنا بنكتب دستور جديد، يبقى عايزين نحط المادة دي تاني، بل ممكن نكون عايزينها تحط بعبارات اكثر وضوحا وبآليات يتوافق عليها الجميع. لكن باختصار احنا بنقول الاصلاح، احنا عايزين نصلح المجتمع، الله تبارك وتعالى هو خالق الكون، هيبقى الاصلاح وفق شريعته. طيب الشريعة دي بتقدم لي كل حاجة، يعني هل بتقدم لي لو أنا النهاردة جاي أتكلم على الطاقة ينفع أولدها من المفاعلات النووية ولا خطر، ولا أعتمد على الغاز ولا على منتجات البترول ولا على الفحم، هل بتوازن لي بين الري التقليدي والري بالتنقيط؟ لا، بقول له لا، هي الشريعة بتقدم لك حاجتين في غاية الأهمية، لا صلاح لأي مجتمع إلا بأن الحاجتين دول يكونوا واضحين جدا وفي موقع الصدارة. الشريعة بتقدم لك ضوابط وليس التفاصيل، وهذا يرد على اللي خايفين الشريعة هترجعونا 1400 سنة لورا. لا، ما أنا برجعك لضوابط إنسانية ثابتة مستقرة عبر التاريخ، يعني كون أن الربا مفسد للعلاقات بين الناس، كون أن الخمر والميسر تصد عن سبيل الله، كون ان القمار في النهاية هيخلي الناس يقتلوا بعضهم بعضا ويأكلوا بعضهم بعضا، دي ملهاش دعوة بان القرن الاول ولا القرن المئة. فاذا بقول الشريعة تديك ضوابط للتعاملات في جميع الجوانب، وجوانب بيبقى التفصيل فيها اكتر من، يعني بعض الجوانب تكون تفصيل فيها عالي زي جانب الاسرة، لان هذا الجانب اقرب الى الانسانية، الى جانب انساني يبقى التفصيل فيه عالي، وجوانب تلاقي الضوابط دي قليلة زي ضوابط الزراعة والصناعة تلاقي ضوابط عامة وضوابط التجارة. فكل ما بتتقرب من نشاط حياتي ويعني في شؤون الحياة ووسائلها، كل ما تلاقي الضوابط مساحتها قلت، وكل ما تيجي الجانب العلاقة إنسانية محضة أو يغلب عليها الجانب الإنساني تلاقي التفاصيل بقت كتيرة. الشريعة تديك ضوابط للمعاملات، واهم من ده كله بتديك مخزون للقيم. يعني انت اي مجتمع عايز قيم تدفع الناس بيها، اللي احنا بنقول عليها الضمير وبنشتكي من غياب الضمير، وبعض الدول بتقول انها تستطيع ان تنشئ منظومة قانونية كفيلة بايجاد رقابة وايجاد ردع
اللي تخلي الناس تشتغل وتنتج وتراعي رقابة القانون. يمكن البلاد دي ثقافتها مختلفة، عددها مختلف، مشاكلها أقل، ومع ذلك بتعاني وبترجع تضطر بعد ما كانوا بيقولوا علمانية وفصل الدين عن الحياة، بدأ بعد كده شوية يقول لي يعني إيه يستعير الدين إذا احتاج إليه. لسه كان الدكتور إيهاب بيكلمكم على السجاير، لما حبوا يمنعوها راحوا منظمة الصحة العالمية طلبت فتوى من المفتي. مفيش فصل الدين عن الحياة هنا، لا الدراما هم عايزينها لا. والأغرب من كده، طب السجاير حرام، خد بالك احنا يعني مش هنجامل الناخب، يعني هي السجاير حرام 60% 70 اكتر من اللي قاعدين بيشربوا سجاير مش هنجاملهم. وبالمناسبة برضو، طب لو بيقولك لو خدتوا أغلبية في البرلمان، او الناس بتقولها بعبارة لو مسكتوا الحكم، مسأل الحكم ايه يا عم؟ ده انت عندك ثلاث سلطات، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية. انت لما تنجح في الانتخابات حيا اسمك مسكت الحكم بالصورة اللي البعض بيرهب بها، ده انت ممكن تبقى كتلة برلمانية تضغط لتمرير مشاريع معينة زي المشاريع اللي قالها الدكتور إيهاب في الجانب الصحي وفي كل الجوانب، او تبقى حتى اغلبية برلمانية. ما تيجي تقول مشكلة السجاير مشكلة قومية، مشكلة عالمية بتدمر الاقتصاد القومي، عايز تمنعها هتقول الشركات اللي بتنتجها عمالها هيروحوا فين، الشاكل اللي بتبيع هتعمل ايه، الراجل اللي بيشرب انا هعالجه ازاي اذا كانت القضية محتاجة علاج. يبقى القضية مفيش يعني لا تتصور ان حد هيتعامل برعونة حتى مع القضايا اللي المجتمع كله عارف انها حرام والمجتمع كله يتمنى انه يتخلص منها. هتبقى السكة النظام الرأسمالي، نظام منافق يقول لك انا عايز امنع السجاير، بس شركات السجاير العالمية بتضغط ولها ثقل مالي، فيقوم يقول لك ايه اكتب اللي انت عايز تكتبه وقول انت اطلع الفتاوى اللي انت عايز تطلعها ده، وانت في نفس الوقت سايبه يعلن في وسائل الاعلام ان انت ايه اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز، ومش عارف سورة سجارة المالبورو دي تحل كل حاجة في الدنيا. الدكتور اللي عنده مريض مش عارف يعالجه بعد ما ياخد السجارة دي هو هيعي، هيبقى مريض هو كمان، بس هو الاعلان بيصوره لك ان المريض خف، والراجل الطالب اللي مش عارف يحل الامتحان اتحل لوحده. انت سايب ده لانه دفع فلوس الاعلان، وتقول لي طلع فتوى انت انها حرام، وبعدين قال لك ايه طب انا عايز امنع بيعها للاقل من 18 سنة. طب يا اخوانا يا اهل الدين، هل يحرم بيع السجاير لاقل من 18 سنة؟ قول اه يحرم بيع السجاير لاقل من 18. طب ما سألتنيش ليه على اللي فوق 18، حكم الدين فيها ايه؟ حتى لو مش هتحرمها يا اخي، حتى لو مش هتطلع قانون يمنعها، خلي الناس تبقى عارفة يمكن يحاولوا يحل المشكلة دي. فانا بقول لك ان الشريعة بتقدم لك مخزون للقيم، هذه القيم بتغنيك عن استخدام القانون والرضع القانوني، بالذات لما تتكلم على شعوب كثيرة العدد تعاني كثير من المشكلات. يبقى انت ممكن يبقى العلاج الاسهل لمعظم مشاكلك الاعلام والتعليم، يرجع تاني حاجة اسمها الضمير، يرجع حاجة اسمها الخوف من الله تبارك وتعالى. انا عجبني جدا اردوغان اما كان بيقول انه اول ما قامت الثورة المصرية فبعت لهم يعني انا نفسي او ام ثورات الربيع العربي، قال انا نفسي كل الرؤساء العرب يعرفوا ان كل نفس ذائقة الموت. وهذا رجل له ما له وعليه ما عليه، لكن تخيل فعلا لو ان الحكام يعرفوا دي، ده جزء من تطبيق الشريعة، ان انت بدل ما هو الرجل كان لما حد يكتب عليه انه عيا يوم يدخل السجن، ما ينفعش الرئيس يتقال عليه انه مرض. ده هو طبعا ليه ما يضغاش بقى اذا كان لا احد يذكره بالمرض وهو مريض؟ يبقى اذا مخزون القيم. طيب من القيم دي، من اعلى القيم اللي هتاخدها الا ما يعني بيانه الله تبارك وتعالى يعني على لسان تلك المرأة الصالحة، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يبقى الولايات إصلاح الهيكل الإداري هيكون
بمراعاة القوة والأمانة. الأمانة ده جزء من القيم الإسلامية، والقوة هي دي اللي هنرجع فيها لعلوم العصر. القوة للي ماسك حاجة في الاقتصاد إنه يكون خبير اقتصادي، اللي ماسك حاجة في الزراعة يكون خبير زراعي، اللي ماسك حاجة في الصناعة يكون خبير فيها. ونحن لا نشتكي ندرة في هذا الجانب، وإن الكفاءات بتاعتنا هي اللي بتدير الدنيا بحالها، لكن احنا بنشتكي ندرة في الجانب الآخر. ولذا احنا بنقول احنا البرنامج الحزب خلاصته ان موضوعنا الرئيسي هو التنمية البشرية، الاستثمار في البشر، تستثمر فيه في قيمه واخلاقه ومبادئه، وتستثمر فيه فيما يحسنه. هتلاقي بتكلم في الجانب الزراعي مركز قوي على الفلاح هنقدم له ايه ونعلمه ايه، نتكلم على الحرفيين بنركز قوي على انا لما النهارده عندي صناعات الميكانيكيه والسمكريه والناس دي كلها، صناعه السيارات عماله تتقدم، وبدا هو يبقى ما يعرفش يشتغل مع العربيات الجديده، 5-6 سنين يخرج من السوق يبقى بتخلق بطاله جديده وبتعمل. طب ليه الدوله، انا مش هقول له وقف استيراد السيارات الحديثه، ولكن على الاقل اعمل دورات مخفضه او مجانيه لهذه الثروة البشرية اللي عندك، ان هم يواكبوا ما يحدث في العصر. ما يجي نسافر برة النهاردة، اللي طالع مثلا على مهنة مبيض بحارة، هو عرف يجيب عقد. الرجل انت مش وفر له شغل في البلد، هو عرف يجيب عقد، وزي ما بيقولوا هو راضي والكفير راضي، يقولوا لا روح جيب شهادة انك تتقن هذه المهنة. انا بقول له لا، فكر بطريقة عكسية، اعمل له دورة تدريبية مخفضة سواء هو بيتقنها او ما بيتقنهاش. هو الراجل جاب عقده وخلاص، اعمل له انت دورة، ويا ريت الدورة دي تقول له الفرق بين المهنة دي في مصر والمهنة دي في البلد اللي هو رايحها. تبقى انت بتخلق سوق عمل برة بحاجات يسيرة جدا، احنا بنركز على حاجات قابلة للتطبيق عشان ما نبقاش بنوعد نعمل البحر طحينة. انا بقول لك حاجات ممكن اي حد يعملها وسهلة جدا. احنا بنركز في المقام الاول على التنمية البشرية، استثمار في البشر في الجانب القيمي وفي الجانب المهاري. ولكل حد فلاح عامل صنايعي مهندس طبيب، ولكل طبقة. احنا عشنا العالم بيعيش يعني منذ عقود نظرية صراع الطبقات، وينحاز الحكم ينحاز لأنه طبقة. كان عندنا في المرحلة الناصرية الحكم انحاز للطبقة الفقيرة، وإحقاقا للحق الحكم أوجد الطبقة المتوسطة. المرحلة الناصرية هي المرحلة التي أوجدت فيها الطبقة المتوسطة في مصر عن طريق مجانية التعليم، عن طريق التوسع في إنشاء المصانع الكبرى ونحو ذلك. والطبقة المتوسطة دي إلى الآن هي رمالة الميزان بالنسبة للمجتمع. لكن هجر رؤوس الأموال، جاء مرحلة السادات قالوا له هذا الكلام ده غلط، راح منحاز للطبقة الغنية مع الحفاظ جزئيا على الطبقة المتوسطة. جاءت مرحلة مبارك ادهست الطبقة الفقيرة وتآكلت الطبقة المتوسطة، وحدث اضطراب في الطبقة الغنية وبقى الانحياز لأغنى الأغنياء، ودي الرأسمالية المتوحشة. ويعني أنا بقول اللي بينادوا بالليبرالية الاقتصادية ياريت يعترفوا إن الذي طبق في مصر في 15 سنة الأخيرة هي الليبرالية، وبشهادة صندوق النقد الدولي إن مصر كانت بتطبق برنامج إصلاح اقتصادي ليبرالي بامتياز، وكان صندوق النقد الدولي بيديها شهادات إن معدلات التنمية في ارتفاع لأنه بيقيسها من منظور الطبقات الغنية. أنا بقول الإسلام بيقول كل المجتمع يتراحم ويتعاون، والطبقة المتوسطة لابد من إعادة الاعتبار إليها والحرص على وجودها عن طريق الحرص على مجانية التعليم الحقيقية نتيجة الحرص على تشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر اللي ينفع تعمل مشروع. أنت النهاردة ما تقدرش تبني مصنع كبير هنا في سيدي بشر، لكن تنفع تاخد شقة دور أرضي تعملها مصنع نسيج ويبقى مصنع منتج جدا ورابح. ما بقولكش ما تساعدش المستثمر اللي في برج العرب ولا في العمرية ولا في 6 اكتوبر ولا في العاشر من رمضان، لكن لازم يبقى الاثنين جنب بعض. يبقى ما تموتش المشروعات المتوسطة والصغيرة لحسابات المشروعات الكبرى، ودي بتخدم في جانب
ودي بتخدم في جانب. الطبقة المتوسطة لابد من إعادة الاعتبار إليها، ولأن الطبقة المتوسطة عليها واجب اجتماعي. الطبقة المتوسطة قوامها راجل عنده وظيفة بمرتب، بمرتب بيشبع حاجاته، بيرجع آخر النهار عنده وقت يروح مسجد، عنده وقت يعمل جمعية خيرية، عنده وقت يروح لواحد غني يقول له هات صدقة وصلها لواحد فقير. يبقى أنا كده الطبقة المتوسطة دي لما أرجعها وأحميها وأحسسها بمسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية تجاه المجتمع، يبقى أنا برجع الاتزان للمجتمع. أنا بركز هنا دايرة الملتزم، تعرفين دايرة واسعة جدا، فيها ريف، فيها صيد، فيها أماكن حضرية بيسكنها معظم سكانها من الطبقة المتوسطة. فأنا بحب لما أبقى في الأماكن دي أتكلم كتير على أن الطبقة المتوسطة عليها واجبات، وأن احنا مستنين من الطبقة المتوسطة أنها تقوم بواجباتها، وأنها لما تقوم بواجباتها هتستفيد بلا شك، تستفيد في الآخرة، تستفيد في الدنيا. عايزين الطبقة المتوسطة تشعر أنها قوام المجتمع، وتبقى هي اللي بتروح للغني تقول له أنت مقبول لدينا وعلى العين والرأس، بس بشرط تؤدي حق الله تبارك وتعالى وتؤدي حق الفقير. مش لازم الدولة هي اللي تعمل الكلام ده، ده اللي الغرب الآن بيسميه منظمات المجتمع المدني، وإحنا بنسميه المجتمع المسلم المتراحم، هو الأكثر قدرة على القيام بهذا الجانب. في نفس الوقت المشروعات الاقتصادية التي تكون أكثر رواجا في هذا المجال أيضا، التي يستطيع الطبقة المتوسطة أن تستثمر فيها، ينبغي أن تشجع وتقدم لها دراسات الجدوى لكي تبقى هذه الطبقة قائمة بدورها الذي ذكرناه. فإذا عنوان البرنامج عندنا عايزين نستثمر في البني آدم المصري بنفس صفاته وخصائصه ومجتمعه. ما البعض أحيانا بيجي يحط برامج تنمية كويسة جدا لكن مش حاسس انه عايش في مصر. يعني يجي مثلا يقول لي انا هنقل الاسواق خارج الكتله السكنيه، وهو ما يعرفش ان المواصلات بتاعته ما تحتملش ان المراه العامله ترجع من الشغل وبعدين تركب مواصله تتكلف عليها اموال عشان تشتري خضار البيت او نحو ذلك. بنقول تنميه متفصله على الواقع، عن تنزل لكل للفلاح تشوفه هو ايه اللي ينقصه عشان يبقى اكثر انتاجا واكثر ادراكا واكثر درايه. النهارده بتسمعوا كتير من النخبه او من يسمون انفسهم بالنخبه ان هم الناس ما تفهمش في السياسه. يبقى انت فاشل، انت كراجل حزب سياسي او ناشط سياسي او فاشل، طالما ان شعبك ما بيفهمش في السياسة انزل له وفهمه. انا الكلام اللي بقوله لك النهاردة دوت يعني بكلمك باللغة اللي احنا ممكن نتفاهم بيها. اللي بقوله هنا بقوله في مكان تاني، بقوله في مكان تالت، لكن اللغة ممكن تختلف. اهم حاجة نبقى احنا كلنا فاهمين احنا بنعمل ايه، والكلام اللي هم بيقولوه في الفضائيات سهل جدا مع شوية تبسيط كانت الناس تفهمه لو هم عايزين الناس تفهم. لكن البعض له رغبة ألا يفهم الناس، يقوم لما يجي بعد كده يقول أنا عايز أعمل الدستور أنا، نقول له ليه؟ يقول لك أصل الناس ما بتفهمش. طب أنت قلت الشعب، والشعب هو اللي يعمل الدستور، وده مبدأ رئيسي إن الشعب هو اللي يعمل الدستور. وبعدين عندك خيارات في عمل الدستور. أنا قبل ما يقولوا الوقت انتهى أنا قدامي كمان دقيقة وأخلص إن شاء الله. أنا ال أنت عمل الدستور له طرق كتيرة، اخترت أنت منها طريقة. المجلس العسكري عمل لجنة، اللجنة دي عدلت دستور 71 شوية تعديلات كانوا شايفينها جوهرية عشان نمر الفترة الانتقالية، وحطت مادة أهم مادة في التعديلات الدستورية اللي استفتينا عليها في 19 مارس، إن الدستور الجديد هيتعمل إزاي. الناس كان ممكن تقول نعم ممكن تقول لا، ونعم ولا قبل ما تظهر نتيجة. والله كل واحد حر في رأيه، أنا شايف نعم وبحاول أقنعك بنعم، التاني شايف لا وبحاول يقنعك بلا. في الآخر الناس اختارت نعم. ما ينفعش لا المجلس العسكري ولا رئيس الوزراء ولا نائب رئيس الوزراء، ومعرفش من بعد الثورة منصب نائب رئيس الوزراء بقى منصب يعني ايه مشاغب، يعني ضد الشعب هو ولا احنا عندنا ربما ما تلاقيش في اي وزارة في الدنيا وزارة اسمها وزارة التحول الديمقراطي، لان التحول الديمقراطي ده وصف الحركة الشعبية
وحركة حراك شعر بتعمل تحول. عندنا وزير اسمه نائب رئيس الوزراء لشؤون التحول الديمقراطي، وهو الظاهر والتحول اللا ديمقراطي، لان هي الناس اختارت تعمل الدستور بطريقة معينة بعد انتخاب مجلس الشعب القادم، وهو مصر اصرار بالغ يعمله قبل كده. الوثيقة احنا بنقول لو ما فيهاش غير بند واحد بس ان الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع، كنا هنقول له اسفين مش عايزين. ليه؟ لان لو اتفقنا دلوقتي الدكتور علي السلمي مع حزب النور مع حزب الحرية والعدالة مع حزب سين وصاد وعين، مش ده الشعب. الشعب يجي من عند الصندوق. فانا لو انا عجبتني الوثيقة ووافقت، يبقى حد الحق لأي حد يجي يعمل وثيقة تانية من بره مجلس الشعب اللي جاي ويكتب لي انه لا للشريعة الإسلامية، ويبقى زي ما ده من حق يبقى ده من حقه. يبقى المبدأ لا ينبغي ان يكسر، لا سيما وان تفاصيل الوثيقة كارثية. بتقول دولة مدنية، بتقول مناطق ذات طبيعة ثقافية خاصة كسينة والنوبة والوادي الجديد، ده أظنه يشبه حاجة كده اسمها مشروع تقسيم مصر. وبعدين آخر حاجة قال لك ميزانية المجلس العسكري ما تتناقش، وانسحب من الكلام ده. مش عارفين انسحب بالكلية ولا لا، واحنا بنقول ما فيش حد عاقل يقول أسرار الجيش تتنشر في الصحف ولا تعرض على مجلس الشعب عدد أعضائه 500 عضو، لكن الدول التانية بتعمل ايه؟ هو احنا بدع من الدول؟ في خيارات، في حلول. قول لجنة الأمن القومي هي اللي تناقش الميزانية، خلاص يبقى كلام معقول. والكلام ده يتم امتى؟ لما ينتخب مجلس الشعب، واحد من مجلس العسكري يقعد مع مجلس الشعب وهو بيعمل الدستور الجديد ويقول له احنا دولة. ما شاء الله فضل خمس دقايق انت، لا انت محابي ليا الظاهر. لا كده كوسه بقى، ما اعرفش مش من اولها. لا انا الوقت بساعه انا خلص. خلاص علاوه بقى علاوه. هو الظاهر انا عشان نكمل بقى الحته ديت، فبقول الوثيقه من حيث المبدأ مرفوضة، حيث التفاصيل. ومحدش يقول طب لو حلنا لكم التفاصيل دي توافقوا بيها، احنا رافضين من حيث المبدأ. لكن بنزيد بنقول ويزيد الطين بلة، ان التفاصيل مشكلة ضخمة جدا، سواء الاصرار على مدنية الدولة. مدنية مش عكس عسكرية يا اخوانا، مدنية يعني علمانية. يقول لك لا مش قصدي بها علمانية. طب خلاص وثيقة الأزهر كانت اقترحت اكتب دولة حديثة، دولة حديثة ديمقراطية دستورية، ليه ما كتبتليش الكلام الواضح ده ومصر تكتب مدنية؟ ولما الناس اعترضت قال يكتب نظامها مدني. الأمر الثاني يقول ان لجنة إعداد الدستور الأماكن ذات الطبيعة الثقافية الخاصة يجب أن تمثل في لجنة إعداد الدستور. وراح كاتب الأماكن ذات الطبيعة الثقافية الخاصة سيناء والنوبة والوادي الجديد. الثقافة أهم عناصرها الدين واللغة والتاريخ. وأظن بتوع سيناء معظمهم مسلمين زي بقية مصر، وكذا النوبة وكذا الوادي الجديد، بيتكلموا عربي الحمد لله. تاريخنا واحد، املنا واحده. اخر عنصر في الثقافه العادات والتقاليد. انا مش شايف عادات وتقاليد جوهريه تفرقني عن بتاع النوبه. واحنا بفضل الله بنروح رحلات دعويه هناك الناس. اذا كان الدكتور علي السلمي زي ما دايما بيقلسوا يقول لك السلفيين بتوع الجلابيه، شايف انه لما بيروح النوبة بيلاقيهم لابسين جلابية، فدي هي الثقافة الخاصة. نقول له 80% من مصر بيلبسوا جلابية، وفي ناس في مصر اقدر بيلبس الجلابية ويلبس الجاكيت ويلبس البدلة ويلبس كل حاجة. فاذا كان دي اللي عاملة لك عائق، سيب غيرك بقى ما عندوش العائق ده، بدل ما تقسم لي مصر اكتر او تحقق ما كان البعض يقول التقسيم. هو ما قالش اقسم مصر، بس انا لما اجي في وثيقة دستورية واقول كلمة طبيعة ثقافية خاصة، دي تساوي اول خيط، اول حز
في قضية التقسيم، ونرجع لأن بقول الشعوب التي لها ثقافة واحدة شعوب متجانسة غير قابلة للتقسيم. لما لاقي أكثر من ثقافة جوا شعب واحد يبقى أنا كده داخل على مشروع تقسيم أو بحط بذوره. الكلام على المجلس العسكري بقول لا، بعد ما يبقى فيه برلمان منتخب المجلس العسكري يقول يا أخوانا خد بالك إحنا من ثورة يوليو 52 بيحكمنا رئيس عسكري، فالجيش مش قلقان على أسراره. دلوقتي يقول أنت هتجيب لي رئيس مدني، أسراري هتعمل في إيه؟ كلام منطقي يتحط على مائدة البحث، مش يطلع بفرمان من علي السلام، يتحط على مائدة البحث. والدول الأخرى عندها حلول للمشكلات ديت، سواء إن لجنة محددة هي اللي تدرس، سواء إن هذه اللجنة يغلظ عليها الأمر بيمين زي ما مغلظ على المجلس العسكري بيمين، يغلظ عليها الأمر بقانون إنه إذا أفشى الأسرار فإنه يعرض لعقوبة مغلظة. ولكن في الآخر ما تجيش تقول لي تحول ديمقراطي وبرلمان يمثل الشعب ويراقب أداء الحكومة وبعدين تاخد تلت الميزانية تقول له لا دي ما تتكلمش فيها. وبعدين شوية لا جهاز الشرطة هو كمان، هو شمعنا يعني ما هو كمان عنده سرور أسرار؟ طب وأنا البترول وما هو حاجة استراتيجية برضو، والغاز ده ممكن يفتح ويبقى قول سابقة دستورية أنه يمكن لمؤسسة ذات طبيعة خاصة أن تحتفظ بميزانيتها، في الآخر تلاقي مجلس الشعب رايح يسقف وخلاص. عشان كده احنا بنقول احنا ماشيين في العملية الانتخابية ومستمرين فيها، لكن لو انه هتصدر هذه الوثيقة لا احنا اسفين مش هنخدع الناخبين ونقول له احنا داخلين نكتب دستور ونحط فيه الشريعة ونقرر فيه ان الشعب هيراقب الحاكم وان الشعب هيعمل والدستور هيبقى اتكتب خلاص. يبقى ساعتها لو انهم مصرين، واظن ان هم ان شاء الله لن يكونوا مصرين، لو انهم مصرين يبقى ساعتها مش هتنفع عندنا. لكن ان شاء الله الشواهد كلها بتقول ان الوثيقة دي هتتسحب للمرة العشرة، يعني اتقدمت واتسحبت واتقدمت واتسحبت، ونرجو انها تسحب وتسحب للمرة الاخيرة. فيش خمس دقايق تانيين؟ لا خلاص اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. جزا الله خيرا الباشمهندس عبد المنعم الشحات، مرشح قائمة حزب النور الدائرة الأولى، مرشح فردي دائرة المنتزه رمز سماعة القبيل. وأعتذر إليكم أن أفسدت عليكم متعة الاستماع إلى الباشمهندس، ولكن يعني ضيوفكم النهارده يعني ما شاء الله كتير. فأول بننوه إن في استمرار على جانب المؤتمر الشمال، اللي عايز يشترك في عضوية حزب النور ماشي، بس اللي بعده شويه لا في ورقه توزع على الساده كلهم اللي عنده اي مشكله اه كده ماشي ان شاء الله خليه قريب ده ماشي ماشي خلاص. المهندس عبد المنعم الشحات الاجابه على جميع الاستفسارات. والان مع كلمه الاستاذ اشرف ثابت المرشح قائمه حزب النور الدائره الاولى رمز الفانوس. والاستاذ اشرف ثابت عضو الهيئه العليا للحزب ومسؤول لجنة الشؤون العضوية على مستوى الجمهورية للحزب، كما أنه حاصل على بكالوريوس الزراعة قسم الاقتصاد الزراعي جامعة الإسكندرية عام 89، كما حصل على لصوص الحقوق جامعة الإسكندرية عام 97 ومن مشهورة. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أتحدث إليكم عن رؤية حزب النور لعملية الإصلاح الاقتصادي. لا شك ان تدهور الاحوال الاقتصاديه كان عاملا اساسيا وعنصرا مؤثرا في تفجر ثوره 25 يناير. ترجي الأوضاع الاقتصادية كان عامل حيوي ومؤثر في تفجر ثورة 25 يناير.
والشعب لن يزول عنه الغضب والسخط، ولن يشعر أبدا بالرضا إلا إذا تحسن الوضع الاقتصادي والمعيشي لكل فرد في هذا الوطن. الحالة الاقتصادية، تأمين الغذاء والطعام للمجتمع مطلب شرعي حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، كما وضح أخونا الفاضل الدكتور إيهاب يحيى، إن الأمن والغذاء والصحة مطالب أساسية وجوهرية لا يمكن أن يحدث فيها خلل في المجتمع. ولذلك كانت المشكلة الاقتصادية من أهم المشاكل التي اهتم بها حزب النور ووضع لها الحلول. ملخص هذه المشكلة وعلاجها اللي احنا بنقوله ان المشكلة الاقتصادية في اهداف لابد من العمل على ايجادها وعلى تحقيقها بواسطة وسائل اللي هي بيسموها السياسة الاقتصادية. طب ايه هدفنا عشان نحسن الوضع الاقتصادي لهذا المجتمع؟ الهدف الذي نحرص عليه أولا الاهتمام بكرامة الإنسان ورفع مستواه المعيشي وحمايته من الفقر والبطالة. ربنا سبحانه وتعالى كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان، فلابد أن نحافظ على هذه الكرامة، كرامة الإنسان في الحصول على رزقه وعيشه، يأمن على غذائه وغذاء أولاده. أيضا من الأهداف أننا لابد أن ندعم ونقوي هذا المجتمع، لأن المجتمع الذي لا يؤمن الغذاء والطعام الذي يأكله والسلاح الذي يدافع به عن نفسه لا يملك قراره. البلد اللي ما تقدرش توفر أكلها وما تقدرش توفر سلاحها اللي هي تدافع به عن نفسها لا يمكن أن تملك قرارها. قرارها هيبقى بإيد غيرها، هيبقى بإيد اللي بيوكلها، بإيد اللي يقدر يدافع عنها. فهدف من أهدافنا اللي احنا ندعم ونقوي هذا المجتمع في الحصول وفي إنتاج غذائه طعامه وسلاحه الذي يدافع به عن نفسه. هدف ثالث تحقيق العدالة الاجتماعية في ثروات موجودة في البلد ودخل موجود في البلد. لابد أن يكون هناك عدالة في توزيع هذه الثروات حتى لا يحدث التفاوت الكبير، ما يكونش هناك بون شاسع بين الناس في توزيع هذه الثروات. يا إما تلاقي واحد فقير معدم أو واحد في منتهى الثراء بسبب عدم العدالة في توزيع الدخل بين الناس وفي توزيع الثروات. لما تحدث هذه العدالة، لما نحرص على تحقيق العدالة في توزيع الثروات، حيسود تسود المحبة تسود المحبة والألفة بين الناس ويحدث الترابط بين طبقات المجتمع. طب دي أهداف وجمال وكلام جميل جدا، إزاي نقدر نحققه؟ إيه هي الوسائل
اللي موجودة عند حزب النور عشان يحقق هذه الأهداف. نقول أولا لابد من حل أكبر مشكلة بتعوق الإصلاح الاقتصادي، ألا وهي مشكلة البطالة. مشكلة البطالة دي فيها إهدار لكرامة الإنسان. واحد عنده أسرة وأولاد وقاعد في البيت مش عارف يأكلهم إزاي، مش لاقي شغل، مش لاقي عمل، يطلع من بيته يلف في الشوارع هيعمل إيه في أفراد هذا البيت، في الناس اللي متعلقين في رقبته هيأكلهم إزاي؟ يبقى لازم نحل مشكلة البطالة. طب وتتحل إزاي المشكلة دي؟ زي ما بين أخونا المهندس عبد المنعم الشحات، الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يعني إيه مشروعات بسيطة أو صغيرة ومتوسطة؟ يعني اللي احنا نساعد الناس ان هم يقوموا بمشروعات، المشروعات دي تكون تكلفتها بسيطة قليلة، تحتاج رأس مال قليل، نقدر اللي احنا نوفره لهؤلاء العاطلين او الذين لا يجدون فرص عمل. زي ايه مثلا؟ زي صناعات الغزل والنسيج. سهل جدا اللي احنا نجيب مكنة لواحد في البيت أو لمجموعة تشتغل في إنتاج أو صناعة أو تصنيع الملابس. ده بيصنع عباية، ده بيصنع بنطلون، ده بيصنع إشارب، ده بيصنع كيس مخدة، ده بيصنع فوطة. مشاريع صغيرة يقدر الناس تشتغل بيها وتقدر إن هي تحصل على دخل من خلال هذه المشاريع الصغيرة. احنا بنقول الفكرة وحنقوله إزاي نمولها. أيضا التوسع في المشروعات العامة، لا شك أن البلد تحتاج كثير والكثير من المشروعات العامة الخاصة بالطرق وبالمواصلات ومشروعات خاصة بالمياه والكهرباء. في مشروعات عامة كثيرة، التوسع في هذه المشروعات بيستوعب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة. ازاي هندعم المشروعات الصغيرة دي؟ اولا في شيء فني، الناس اللي بيتخرجوا من الجامعات وبيقعدوا عاطلين فترات طويلة، لما بيتخرج من الجامعة لابد ان انا اؤهل هذا الخريج، ادربه، اديله دورات وتدريب مكثف في فترة قليلة ليستطيع ان يمارس عمل حقيقي. ايضا لابد من الناس المتخصصين يكونوا محضرين دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع الصغيرة، عشان لما نقول لواحد تعال اشتغل في مشروع يبقى عارف الجدوى الاقتصادية بتاعته، ما يدخلش في مشروع ويفشل او مشروع ما يكونش حاسبه كويس. لا، ده يكون في متخصصين في النواحي الاقتصادية مجهزين مشاريع جدوى اقتصادية لكل مشروع، عاملين جدوى عشان اللي عايز يشتغل يشوف الجدوى الاقتصادية بتاعت المشروع ده. طيب نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، طب هيمول ازاي؟ ازاي هيمول؟ الفلوس هتيجي منين؟ رأس المال هيجيبه منين؟ نقوله ان الجانب المالي لابد ان نفعل مؤسسات الزكاة والوقف، وان تشارك الدولة، أن يكون هناك مشاركة فعالة من الدولة في هذا التمويل. كذلك القادرين والأغنياء، ده مش هيدي صدقة بقى، ده هيشتغل يمول المشروع الصغير ده، يدفع رأس مال يشارك في الربح مع صاحب المشروع اللي هو هيقوم بالعمل، اللي هيعمل مشروع صغير اللي يموله واحد من القادرين من الأغنياء هيستفيد، هيفيد هذا صاحب المشروع، وكذا من الناحية ان هو بيشتغل، ومن ناحية اخرى هيحصل على جزء من الربح. البنوك، قانون البنوك والاقراض، طب ما دي فرصة ان البنوك تتحول تقدر تشتغل، يدي مش قرض بقى، لا ده يشارك في ربح، مول فعلا ويعمل مراقبين من جهة البنك على هذه المشاريع الصغيرة، ويقدم كشف حساب زيه زي البنك، يقوم بنفس الدور اللي هيقوم بالقادر والغني حينما يعطي صاحب المشروع ده،
جزء من المال أو يعطي له مال يستطيع أن من خلاله أن يكون المشروع الصغير أو المتوسط. كذلك تطوير الصناعات القائمة عشان نحارب مشكلة البطالة، نطور الصناعات القائمة اللي هي اتخربت عشان تتباع بأثمان زهيدة، عشان يحصل خصخصة والناس تسرقها ويشتروها بأبخس الأثمان، يشتري مصنع كان بيشغل آلاف العمال ويدفع فيه ثمن لا يساوي ثمن الأرض، ده غير بقى المعدات وغير الفلوس اللي موجودة في البنوك، وممكن يكون اشتراه ببلاش بقرض من البنك من دقله وفتله، ياخد فلوس الشعب يشتري بيها ويحط في جيبه. لا، ده احنا نهتم بهذه الصناعات، شركة النحاس، شركات الغزل والنسيج، شركة بسكو مصر، الشركات اللي اتخربت واتباعت واتسرقت، لابد من مراجعة هذا الأمر اللي احنا نفعل هذه الصناعات مرة أخرى عشان تستوعب الأيدي العاملة. النهاردة واحد خريج وأهله يصرفوا عليه ألاف الجنيهات ويجي يتخرج ويقعد 3-4 سنين 5 سنين مش لاقي شغل، هيعمل ايه؟ الشباب بيفكر في الهجرة، يموتوا في البحر بسبب السياسات الفاسدة التي كانت تتبع. ده بالنسبة لمشكلة البطالة. أيضا الاهتمام ببرامج التعليم والتدريب للأيدي البشرية. كنا وإحنا صغيرين دايما وما زال إلى الآن هتلاقي في الابتدائي مميزات مصر، امتلاك الموارد البشرية والموارد الطبيعية. عندنا في البلاد ثروات كبيرة جدا من البشر ومن الموارد الطبيعية، عندنا مية الحمد لله في كل مكان، وعندنا أراضي صالحة للزراعة وأراضي قابلة للاستصلاح، عندنا موارد كتيرة جدا ولكن مش عايزين يستغلوها. ده أول حاجة لابد من محاربة البطالة، لأن البطالة دي أكبر معوق أمام الإصلاح الاقتصادي. نيجي أيضا إزاي نصلح اقتصادنا؟ نصلح اقتصادنا بالاهتمام بالجانب الأخلاقي. الله، إيه علاقة الأخلاق بإصلاح الاقتصاد؟ لا، ما أنا لما أهتم بالأخلاق أهتم بترسيخ المبادئ التي جاءت بها الشريعة من صدق وإخلاص وإتقان للعمل وحفظ للأمانة. الناس مش هتسرق، مش هيبقى الواحد همه يزوغ من الشغل ازاي، مش همه ازاي يزور ويكذب على رئيسه في العمل، كل ده فساد في الأخلاق. لو أصلحت أخلاق الناس ورسخت المبادئ اللي جاءت بها الشريعة لا شك ان ده هيكون له أثر إيجابي على الناحية الاقتصادية. أيضا قانون البنوك والإقراض. يا جماعة، الإقراض والربا ده حرب ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا لا طاقة لأحد بأن يحارب الله عز وجل. ربنا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما فيش واحد شفته، أنا عن نفسي راح خد قرض من بنك عشان يحل مشكلة إلا وتلاقي المشكلة بتاعته اتعقدت أكتر، عليه دين فيعمل أي سبوبة عشان ياخد قرض من البنك، الدين كان 20,000 تلاقيه بقى 50,000، ويقول لك أنا مش عارف إيه اللي بيحصل. اللي بيحصل اللي أنت بتحارب ربنا، فأذنوا بحرب من الله، الإنسان بيحارب ربنا، اللي بيتعامل بالربا بيحارب ربنا. يبقى لازم نفكر تفكير جدي اللي احنا نبتدي ننتقل تدريجيا عشان ما يحصلش انهيار للاقتصاد، لان ما ينفعش تكون مصر او اقتصادها مختلف عن اقتصاد العالم كله. يبقى لابد تدريجيا. باقي 3 دقائق وانتوا باقي لكم حاجات كتير اللي انا اقولها لكم. تدريجيا اللي احنا نبتدي نفعل أنواع المعاملات التي جاءت بها الشريعة
من المضاربة والمرابحة والمزارعة. الشرع مليء بالمعاملات التي تستطيع البنوك من خلالها إن هي تعمل على التمويل وإقرار المعاملات الشرعية المشروعة البعيدة عن القروض. فلابد من تعديل قانون البنوك والإقراض، وكما ذكرت وأكرر تدريجيا. أيضا من إصلاح البرنامج اقتصاد البلد محاربة الاحتكار، محاربة الاحتكار والقضاء على الجشع والطمع الموجود لدى قلة، ما يكونش الثروة في إيد قلة من المجتمع، وبخاصة السلع الاستراتيجية، الأكل، الغذاء، الحديد، الأسمنت، ما يكونش في إيد مجموعة تتحكم فيه، عايزة ترفع سعره ترفع، عايزة تخفض السعر تخفضه، لا، ده نقضي نحارب الاحتكار. واللي يراقب الاحتكار ما ينفعش يكون من النواب، لابد من وضع هيئات لا تتهم وما يكونش عندها شبهة فساد، لابد أن يقوم بالرقابة على محاربة الاحتكار لجان بعيدة عن السلطة التشريعية، يبقوا تنفيذيين فقط. أيضا من برامج إصلاح الاقتصادي الاهتمام بالسياسة الزراعية، تشجيع إنتاج السلع الغذائية الضرورية، القمح، إن إحنا ننتج الرز والذرة، السلع الغذائية الضرورية بتاعتنا، قطنة، الدقيق، يبقى إحنا اللي بننتجه. أيضا الدولة لابد أن توفر الأسمدة وتقوم بعمل مشاريع الري واستخدام الطرق الحديثة في الري التي ترشد من استهلاك المياه. في موضوع مهم جدا في السياسة الزراعية، الانفتاح على السودان اللي بتتحايل علينا ومش عايزين، اللي احنا نستطيع اللي احنا يحصل لنا اكتفاء ذاتي في كل السلع الغذائية ويحدث تكامل بيننا وبين السودان الشقيق، وفي نفس الوقت هنؤمن جنوب مصر، يبقى احنا بنأمن أو بنحصل على الغذاء والطعام وبنحصل على الأمن في الجنوب. لابد أن ننفتح على السودان ويحدث تكامل بين هذين البلدين، وده متاح على فكرة، ده متاح، والسودان بتتحايل علينا من زمان قوي وإحنا اللي مش عايزين عشان الشعب يفضل جعان. فلابد أن ننفتح على السودان، لابد من تحرير السلع الزراعية، تحرير الأسعار للسلع الزراعية عشان المزارع يقدر يكسب كويس ويستمر، وفي وقت الركود الدولة تتدخل وتعمل تعزيز لأسعار السلع الزراعية، يبقى لما نلاقي ان في رواج نحرر السلع، يبقى عرض وطلب، لما نلاقي في ركود عشان الفلاح ما يبطلش زراعة يبقى لازم اعزز له السعر، الدولة تتحمل جزء اللي هو بيسموه الدعم، ندعم الفلاح عشان يفضل ويستمر في الزراعة. الثلاث دقائق خلصوا، هقول لكم حاجة مهمة جدا أيضا في الإصلاح الاقتصادي، لابد من تشكيل لجان من أساتذة القانون الدولي، ودول كتير موجودين وكفاءات عالية جدا موجودة في البلد ومختصين في أعمال البنوك وتهريب الأموال في الخارج والاستعانة بمكاتب المحاماة العالمية، المحامين الدوليين، عشان نجيب أموال مصر المهربة في الخارج، الأموال اللي سرقت التي ربما تكفي لسداد ديون مصر عشان الشعب يستريح ويفوق، ما يبقاش حد ماسكنا من رقبتنا. لابد أن نهتم بهذا الأمر، وله وسائل وله طرق.
لابد من مراجعة الإنفاق الحكومي، مراجعة ومراقبة الإنفاق في الجهات الحكومية زي جهات البترول وزي الجيش وزي الشرطة اللي بيصرفوا ملايين على الكورة، ملايين ربما تفيد هذا المجتمع وتفيد كثير من الشباب، ما دي أصلا فلوس الشعب، أموال الشعب اللي ممكن تتصرف على مدرب أجنبي يدفع له آلاف الدولارات كل شهر، طب ما المجتمع أولى بيها. الملايين اللي ممكن ياخدها لعيبة الكورة ياخدوا ويقبضوا، بس دي مش ملايين، لابد من المراجعة ومحاسبة القائمين على هذه المجالات وهذه المؤسسات، لأن هذه المؤسسات ليست ملكا لأشخاص يتصرفون في أموالها كيفما شاءوا، ولكن لابد من المراقبة. ده يعني جزء بسيط من رؤية حزب النور لعملية الإصلاح الاقتصادي، وكنت أتمنى لنا يعني أكمل هذا البرامج أو هذه الرؤية، ولكن يعني هناك الكثير من الإخوة يريدون أن يتكلموا. إصلاح البلاد في المرحلة القادمة، يعني تنويه سريع كده، على طريق قتل الأخير إزاي كان الدخل إن شاء الله لما ندخل الجنة هناخد ورقة دين، ورقة فيها قائمة أسماء الأحزاب فقط، ورقة ثانية فيها أسماء المرشحين الفردي. الورقة الأولى بنعلم على قائمة الحزب رمز الفانوس وبنحطها في صندوق الخاص بالقوائم، وعلامة واحدة بس في الورقة دي عشان ما تكتبش صوتك. الورقة الثانية أسماء الفردي فئات وعمال، إن شاء الله جميعاً بنختار اثنين على اثنين بس في الورقة دي عشان ما يخطبش الصوت. بنختار الفئات رمز السماعة باشمهندس عبد المنعم الشحات رقم 49، والعمال رمز البرواز رقم 67 الأستاذ صبري سليم. واختياري وزيادة في الاختيار كلنا نغير البطاقة المنتهية، نأكد إن احنا نجددها بسرعة قبل الانتخابات، لأن في كلام احنا ما نضمنش ما يدبر لنا من منع البطاقة المنتهية. ونظرا لضيق الوقت هنكتفي لباقي المرشحين بتعريفات سريعة من دقيقتين لأربع دقايق ونص. هنبدأها على حسب ترتيب القائمة بالأستاذ محمد رمضان الزهيري كل المفروض. السلام عليكم. أهالي سيبوش الكرام، يعني موقعي منكم ليس البعيد. محمد رمضان الزهيري من مدينة الزهيري، متأصلة بدائرة الممتازة. عائلتي كما تعلمون أو يعلم كثير منكم يعني يربطها نسب عريق بجميع عائلات دائرة الممتازة، فلاحين معرب واسكندراني. الإخوة الأفاضل اللي معايا الدكتور عبد المنعم الشحات، يعني لا يخفى عليكم يعني وضعه بينكم، وتسمعونه كثيرا في الإذاعة. أخونا الدكتور أشرف خالد دعا قائمة حزب النور. أخونا الدكتور أشرف خالد من أفاضل الناس بدائرة الرمل، يعني يمكن هو جديد على دائرة الممتازة، لكن أنا بشخصي أزكيه وأسأل عنه أمامكم بعد الإعجاب. اللي عايز أقول لكم في حاجات بتخطر الأذهان اللي هو الأفاضل دي كده ذكرتكم أكثر الحاجات الملحة على الساحة. في حاجة ما تطرقناش إليها وهي وضع الأقباط، وإحنا عارفين كويس جدا إن منطقة سيرش من هنا لراس السولة وشرق شوية كده إن معانا ناس أقباط مواطنين موجودين معانا. الأقباط لهم حقوق، حقوقهم محفوظة، مش منحة من كده، الحقوق بالقانون البلادي والقانون الوضعي
القانون الإلهي والقانون الإداري اللي هو الوضع الإبطل واخد حق وثبت لكم ذلك أثناء الظهرات. ما كانش في أمن، ما كانش في حد ينقضب عليه، اللي عايز يعمل حاجة بيعملها، لا رقيب ولا محاسب ولا بشر. فالدعوة السلفية تبنت هذا الملف وحمت الأطفال ووفرت لهم الأمن لهم ولبيوتهم ولكنائسهم، بل احنا خشينا ان احنا منافذ الطعام اللي احنا عاملينها كلنا مع بعضنا وبنشتركوا فيها، خشينا ان هم يبقى خجلانين يجدوا معاكم اطفالنا تخبط على البيوت يقولوا لهم الكيسه دي فيها فرخه ورز وطماطم وبطاطس ب 30 جنيه على مرز معاك ادفع ما معاكش كلنا جيران ومركب واحد. الملف ده أرجو الإخوة المسلمين الموجودين يبلغوه كخطاب طبعا أنا عشان الناس بتكون إيه اللي يضمن لما الجماعة السنيين دولت يقعدوا في المجلس ما يتضايقوش بقى يقطعونا ودانا ويعملوا فينا وخاب. لا أنا بقول لك أثناء الثورة حصل إيه؟ هو ده الضامن، هو ده الرصيد اللي معاك يكون فعلا بيه انا ارضى للناس دي، بالفوضى ما فيش حاجه. لا بينا في دوله قانون تعمل عمره ما ارجو من الاخوه اللي استوعبوا الكلام. كلمه ثانيه اخواني في دمشق، انتوا محسوبين عليا اكتر من اي حد على مصر، مع احترامي اللي فضلوا بيه الدور. ارجو منهم ما تخذلونيش أمام زملائي. أرجو من كل مواطني دائرة المنتزه وعلى رأسهم رأس السودة مسقط رأسي وسيدي بش ألا يخذلوني أمام زملائي. يعني صوتك زي الناس بتقول أمانة في الأكل. إحنا ورانا مؤسسة ضخمة هي اللي أتت بينا، إحنا ما رشحناش نفسينا. المؤسسة اللي ورانا هي اللي رشحتنا. أنا جيت عشان أرضى ابني المنطقة لازم يجي ونقل أفاضل دولك عشان الناس مختارين بعناية، عناية علمية وعناية فقهية، يصلح قوي أمين، يصلح يصلح هو القوي الأمين وعلى علم. ما شكتر عليكم أنا أخوكم محمد رمضان الزعيري وأشكركم على حسن استماعكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وعلى حسب ترتيب القائمه الاستاذ حسني المصري فليتفضل بالتعليق. الشافعي والإمام أحمد يقول كارهة أو يكره،
يرضاش يقول كلمة حرام. احنا كمان بنحذر جدا من كلمة التحريم او من التحريم بقى بالفعل، لان ربنا قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. مش احنا اللي بنحلل ولا احنا اللي بنحرم. ايضا مساله البنوك، ما احناش الصبح زي ما بيقول دايما باشمهندس عبد المنعم ان مفيش حاجه بتتعمل بقرارات الصبح الغي البنوك، الصبح الغي مش عارف. لا، ده اردوغان في تركيا والحزب يمكن يوم اربعيه شويه اسلاميه مع الاختلاف، اردوغان في تركيا بيقول الدعاره علشان في وسط المدينه والمساله هناك مباحه والقانون بيبيحها وما يقدرش والا العمليه هتيجي عليه علشان يعمل حوافز بيتضرر في الامر مع اختلاف طبعا الظروف بيننا وبين تركيا. عملوا حوافز ان بيوت الدعاره دي تطلع بره المدينه واحده واحده. فاحنا مش الصبح هنقول اقفلوا البنوك الرؤيه، هتعمل بنوك اسلاميه، بنوك تعمل عقود الاستثمار وعقود المزارعه وعقود المضاربه وعقود المرحم على الناس تشاركهم ويبقى في مشرفين من البنوك الاسلاميه دي مع صاحب المزرعه مع صاحب المصنع الصغير. في خيول كتيره زي ما قال الاستاذ اشرف، لابد من كل الامور اللي قالها دي، لكن لابد ازاي؟ هل انتوا عندكم خطه ان انتوا فعلا تحلوا المشاكل دي والمشاكل دي هتتحل؟ ايوه طبعا في خطه وفي خبرات. انتوا باذن الله رب العالمين المصريين هيفاجئكم بخبرات ما كانوش يتصوروها في حزب النور بفضل الله تبارك وتعالى، ناس خبرات على اعلى مستوى فكري زي ما انتوا بتسمعوا دايما باشمهندس عبد المنعم في التلفزيون، استاذ اشرف، دكتور ايهاب، غيره غيره. عندنا خبرات، يعني انا فوجئت بالناس والثقافه والعلم والبحث اللي موجود في حزب النور. ان شاء الله هتلاقوا والعالم اللي بيقولوا علينا ما فيش معهوش سياسه والسياسه والدين، لا، الدين سياسه والسياسه دين. الدين سياسه والسياسه دين، والدين هو سياسه الناس، سياسه المجتمع. كل واحد فينا بيمارس السياسه، راجل عنده دكان وعنده عمال وعنده بائعه وعنده تجاره وبياخد من شركه مندوب المبيعات، دي سياسه. والراجل اللي في بيته بيجي بيته والعيال تذاكر والمدرس يجي امتى وما يجيش امتى، دي سياسه. كلكم راعنا كلكم مسؤول. مشكله البطاله هنحلها سياسه بالدين برضو. عمر بن الخطاب كان بيقول تعلموا المهنه فانه يحرى ان يحتاج احدكم الى المهنه. انا هاخد من ديت ان انا هاجي الناس العراقيين اللي قال عليهم الشيخ عبد المنعم ان هعلمهم هدربهم هعمل لهم تدريب على المهن، هفتح لهم مراكز تدريب عشان يطوروا من مهنتهم. الميكانيكي اللي لسه بيصلح العربيه الفولكس والعربيه 28 ودلوقتي العربيات بالكارته والكمبيوتر، لازم ادربه عشان يعرف يصلح العربيه دي عشان يبقى شغال والورشه تفضل شغاله. الزراعه اصلح فيها القمح اللي قال عليه الاستاذ اشرف مساله خطيره جدا. القمح ده على فكره بسبب عدم او فساد الجهاز الاداري القمح بيهدر منه كميات كبيره. انتوا عارفين ان احنا بننتج 50% من انتاجنا من القمح. طبعا في الثوره وانا قلت الكلام ده السنه اللي فاتت كانوا عايزيننا ما ننتجش غير 20%. ربنا سبحانه وتعالى قدر ان الجو تهيأ والظروف تهيأت والشتاء نزل، انتجنا السنه اللي فاتت 80% من استهلاكنا المحلي من القمح. وده قصه يعني انا مارستها كويس لان انا عندي ارض زراعيه. عايز اقول لكم ان القمح حتى قبل كده لما بنتج 50% منه بيهدر من القمح ده 40% بيروحهم بسبب ايه؟ بسبب عمليات التخزين في الجامعات الزراعيه وبعدين انتقالها للشغل، وبعدين الشغل دي ما فيهاش الظروف الملائمه للحفظ، فيكون يهدر 20% بسبب سوء التخزين، ويهدر 20% تانيين بسبب الفئران والصراصير والسوس وعملنا ياخدوه للصوامع وغيره، ونحن نحتاج اكتر. ده بسبب سببه ايه؟ حاجات بسيطه جدا ممكن تتعالج. سببه سوء الاداره. احنا عايزين نعمل برامج اصلاحيه في جميع المجالات ومنها اصلاح الجهاز الاداري للدوله اللي بيتسبب في فساد كبير.
وعدت كمان معاهم دقيقتين والوقت انتهى. وجزاكم الله خيرا، شكرا لكم. مستنيكم 28 نوفمبر في صناديق الانتخابات، زي ما بيقول اخونا الاستاذ صبري سليم، الحجه عرفه والانتخابات صندوق. الحجه عرفه والانتخابات ايه؟ صندوق. يعني مؤتمر كويس جميل والمسيره رائعه رائعه، بس عايزينكم تصحوا بدري يوم الانتخابات وتخدم اولادكم ونسائكم وابنائكم، لان انتوا اللي هتكتبوا التاريخ. المصريين هيكتبوا التاريخ من جديد، المصريين هيرسموا صوره المستقبل. يا تبقى صوره ناصعه رائعه، يا تبقى صوره باهته ولا حول ولا قوه. وان شاء الله بجهودكم وبحماستكم وبحسن اختياركم هتكون الصوره رائعه مبهره للعالم كله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزا الله خيرا الاستاذ حسني المصري، ويعني تحضرني طرفه عن الشائعات التي تروج عن الدعوه السلفيه بسمه خاصه. اخونا الاستاذ احمد الحليم دايما بيذكرها في مؤتمراته، بيقول في مكان قرموز وشيع في وقت من الاوقات ان السلفيين بيحرموا الخيار. فدول الاخوه في مناسبه في العيد وهم جايبين عربيه خيار وموزعينها على الناس مجانا، فهو قايلين السلفيين بيتخلصوا من شحن الخيار فاسده. فكده كده الناس هتتكلم يا اخوانا. والان مع مدفع العمال في قائمه ناس بالنور، وتعريف للاستاذ عبد العال مختار ابو الغيط خالد ابو الغيط. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحقيقه انا اشعر بكم ان اطلنا عليكم، ولكن احنا يعني يجب ان احنا نعرف ان نسمع. فانا الان امامي ملف من الملفات، ملف خطير جدا، وهو ملف التعليم. طبعا اخونا المهندس الشخصي كان عن اصلاح صوابي، ولكن في الحقيقه اصلاح التعليم اخواننا دي المشكله اللي بتشغل كل بيت. يعني انا بنسال دايما ارباب البيوت، انت ايه اللي بيعرفك الاكل والشرب والغداء؟ ما يعرفنيش للتعليم، لان 80% من ايرادات البيوت بيروح على التعليم. والان كل واحد ينظر في اللي حوالين منه يجد ان انت لازم تعلم ابنك مدرسه خاصه. فلو ما علمتش ابنك مدرسه خاصه ما يتعلمش. ليه؟ لان الفصل في المدارس الحكوميه بيصل 80 و90 و100 طالب في بعض المدارس. حقيقه؟ نعم حقيقه. فبفضل الله عز وجل لما برنامج حزب النور ربنا من عليه وعملنا البرنامج، ما عملناهوش كده اعتبارا واستحسانا، هجينا لخبراء التعليم وقلنا لهم اخوانا اعملوا لنا برنامج قوي في التعليم، ازاي نتعلم؟ لان احنا لو ما اتعلمناش وعلمنا ابنائنا البلد دي لن تنتقل. احنا عملنا برنامج قوي للتعليم، منهم اصلاح المعلم. اصلاح المعلم هو الاساس في اصلاح العمليه التربويه او العمليه التعليميه في مصر. لان المعلم لو المعلم اصبح معلم ماهر مش هيدي فلوس نصيه، انت ازاي يبقى معلم قادر، معلم له مكانه في المجتمع وما يديش فلوس نصيه؟ تعمل ايه للمعلم؟ تنميه تربويا. وفي الحقيقه حزب النور عامل شيء مهم جدا جدا، وهو الرؤى الطبيعيه للمعلم من التعليم التقليدي للتعليم الابداعي. يعني ايه التعليم الابداعي؟ يعني احنا عندنا نظريه في التعليم ان المعلم يخش كليه التربيه يتعلم نظري ويطلع يبقى مدرس. لا، احنا عايزين يبقى فيه ابداع. الطريقه دي على فكره منتشره في اوروبا ووصلت العالم الثالث الهند وفي البرازيل وتقدمت الدول دي بالتعليم الابداعي. فرؤيه حزب النور للتعليم الابداعي ورؤيه حزب النور لنهوض المعلم ورؤيه حزب النور لانشاء مدارس حكوميه مثل المدارس الخاصه. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله. جزا الله خيرا الاستاذ عبد العال مختار ابو الغيط، مرشح قائمه حزب النور الدائره الاولى رمز الفانوس. والان مع اخر تعريف على مقعد عمال فردي دائره المنتزه الاستاذ صبري سعيد سليم. فليتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد أخوكم في الله صدر سعيد تسكين مرشح حزب النور على المقع الخارجي رقم 67 مدارس رواج. طبعا رقم 67 ده مش هتعيد سنة عشان عبد الناصر لما حطته بس إن شاء الله العالم مش فاكس يعني. إن شاء الله إن إيه 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 الرقم مش بعد ما تقول لك تقول ان شاء الله تقول ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا. في شيخ الاسلام ابن تيميه عندما قال سوف ينتصر على التتار فقال له بعض الناس قل ان شاء الله قال ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا تحقيقا. احنا بكم وانا بصراحه سيدي مش العلماء بيقولوا على سوره الرحمن عروس القران انا اقول ان سيدي مش عروس الدعوة السلفية في اسكندرية حقيقة إن حكمكم في الله. الأمر بكم أخواتي الأمر بكم هذا الأمر كلفنا به والبركة عليه. مرة في قصة كده سريعة مرة بعض الناس على جحا وهو راكب على شجرة وجالس على طرف الشجرة وعمال يدفع من العصر فمر به أحد الناس وقال له يا جحا سوف تقع. جحا لم يبالي يا جحا سوف تقع لم يبالي جحا ثم وقع جحا. فلما وقع الارض ظل يجري خلف هذا الرجل وقال بالله عليك اخبرني متى اموت وانت اخبرتني انني سوف اقع وقعت. هل الرجل يعلم الغيب؟ سؤال الرجل يعلم الغيب قبل ما يعرفش الغيب ولكن بنى هذه النتيجه عليه على مقدمته ان هو جالس على طرف الشجره وعمال يقطع من العصر. وكذلك انا كل ما اشتهي واخاف انها تكون على الطرف الفرع وعمال تقطع من العصر. انت الاصل انت الاصل يا اخي. ولذلك الى حد العظيم هذه الانتخابات كما قلنا احنا اختار الطرق والامر الخطير العظيم. وان شاء الله الان سندخل هذه الانتخابات جميعا القرمانيه بنفسيه فتي بنفسيه غزو فتي. وسنقبل النتيجة مهما كان بنفسية أحد ولكن سنخشى من نفسية حنين. إذا أعجبتكم كثرت فنخشى من هذه النفسية أن إحنا نتراص أن الناس لا يذهبوا أو يتكل بعضنا البعض على بعض. ونحزن من أعذار نفسية تبوك كل واحد يقول لك معلش أصل أنا رايح عليه نوم معلش أصل أنا مشغول وغير ذلك. في سنة من السنين كتبت جريدة طيب ان ثلاث اشياء هي التي ضيعت مصر. الامر الاول البرشيش والامر الثاني الحشيش والامر الثالث معلش. وامر المعلش اللي منتشر بين الملتزم وغير الملتزم يقول لك معلش اي امر يقول لك طب معلش ده هروح فين؟ فنحن نحفظ من اعذار نفسية تابوت ونبذل الجهد وناخذ الاسباب بنفسيه هنيه بنفسيه الخلق ونبذل الجهد ونأخذ من أسباب نفسية الخطر ونعمل ولو القائد أصغرنا كأسامة نحن نعمل حتى لو القائد أصغرنا نعم كأسامة ولو فقدنا قادتنا يموت ولو طالت المعركة كحصار الطائف ثم أخيرا سنسابق الجميع كفتح مكة ونقول اذهبوا فأنتم الخلطاء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا يا ابن الخطاب والقار ولا تنسوا كما قال الشيخ حسن المصري يوم 28 نوفمبر جميعا نكون موكلين وصلى الله محمد عليه وصحبه وسلم. عليه الصلاه والسلام. جزا الله خيرا الاستاذ صابر السكين. ويغيب عنا اليوم الدكتوره حنان محمد علام في قائمه الحزب في الدائره الاولى رمز الفانوس. والان ناتي الى الفقره الختاميه مع الباشمهندس عبد المنعم الشحات في الاجابه على استفساراتكم واسئلتكم في الفقره. وبقول اول كلمه اخر كلمه.
وشيخ صابر بيقول ما حدش يقول معلش وانا هقول له معلش عشان النطاق ده معلش. انا هجاوب الاسئله ودايما حتى عيني عليكم اول ما الاقي الناس نقلت هتوقف لان الاسئله ممكن لا تحتاج معلش كبيره قوي لو جاوبناها كلها انها كتير. السؤال الاولاني بتقولوا ده جه بتاع يعني خمس ست اسئله بنفس المعنى لا الذي يجعلني ان اعطي صوتي لحزب النور واترك الاحزاب الاخرى وبعض الاسئله سمى بعض الاحزاب مع ان عندهم ايضا برنامج. انا قلت انت في حاجات بتعرف تعملها بنفسك وفي حاجات لازم توكل فيها. الحاجه اللي بتعملها بنفسك بتعملها. لما بتضطر لوكيل انت مسافر وعايز تخلص مصلحه وبتبتدي تدور على حد يكون وكيل لك عندك دائره معارفك واصدقائك وقرايبك بتحاول تلاقي لان انت بتدي توكيل. والتوكيل ممكن يساس قدام عايزين نكون معترفين. فبتحاول تلاقي افضل من تعطيه توكيل. هنا في موضوع شؤون الحكم قال ما ينفعش الشعب كله 85 مليون مثلا في مصر هيبقوا هما اللي بيناقشوا القوانين فلا بد من وجود نواب للشعب اللي هي انت لابد توكل حد نيابه عنك فانت مضطر للوكاله فانت مضطر ايضا انك تبحث في المعروضين امامك. واكيد كل واحد ما دام رشح نفسه وكل حزب بيبقى شايف نفسه هو الاحسن. انا هكون امين مع السائل يعني مش هختار ان انا بتكلم دلوقتي باسم حزب النور فاقول له هو الاحسن لكن انا بقول له طريقه هو بيسال فبقول له انت هتختار الموكلين عندك القاعده العامه عايز الناس تجمع بين القوه والامان القاعده الشرعيه العامه انت انا ما اقدرش خالص اتكلم على اي حزب منافس او اي مرشح منافس بالذات لو حزب ذو مرجعيه اسلاميه عيب كبير قوي لو انا يعني حقه في المقارنه ولكن انت المضطر فعلا هذه المقارنه فانت اعطيها وتستريح له وتلاقيه اقدر يديله صوتك هي دي امام الوكاله في عرضك. انا اللي هم خصوم غير حقيقيين وبدون حتى اسماء اللي عايز ينحي الشريعه البرنامج بعد كده يعني مثلا نقول برنامجنا في قضيه الدعم احنا بنقول لازم نقعد مرحله على الوضع الحالي لان الدعم النقدي بلعبه صغيره في سعر الصرف يبقى كاننا لغينا الدعم يعني انا الدعم العيني النقدي وبعدين ممكن ظروف السوق تخلي كانه مفيش فلازم يستمر الدعم فتره ويبقى النقد التوجيهي لو عايزين يعني على سبيل المثال ممكن انت مقتنع باللي بيقول لا الدعم النقدي ودي براحتك الرسم اللي مقتنع بيه واللي تحس انه اكثر قوه في بالي واكثر امانه يديله صوتك مش هقول لك من وجهه نظر انا لانك عارف اكيد لكن احذر انك تختار حد عايز يباحي الشريعه عايز اباحيه عايز تبعيه للغرب وانت مضطر برضو تضطرب يعني في كل واحد الكلام اللي هو بيقوله مدى صدقه في الكلام. يمكن اخونا الحاج محمد الفرعي اتكلم عن نقطه مهمه جدا وهي موقفنا بالنصارى. انا لسه امبارح كنت في مؤتمر في عز الفرعون كان معانا محمد وكان عدد النصارى قاعدين وقلت له انت عايز قال لي لا قولوا لنا موقفك. قلت له انت عايز اني اشتغلك ولا عايز اكلمك دغري؟ انا هكلمك دغري واللي بقوله لك متسجل على النت كنت بقوله في المسجد وبقوله في مؤتمر انتخابي وهقوله في البرلمان انت مش عايز مني اجامل في العقيد ولا يهمك ان انا اقول لك قدامك الاديان شبه بعض لا انا عندي نبني العقيده اللي انا اخترتها واقول له اخترتها ليه ولازم يتعلمها لكن من جمله ده هعلمه انه امانه رقبته ان يحسن الى جاري لغير المسلم هو اختار ما اختاره ربنا هيحكم بين يوم القيامه لكن امانه في عرفه الامانه دي ترجمت وقال لكم الشيخ محمد في ايام الثوره ترجمت ان عندنا في منطقه العمله الشيخ الروايه جاري
مجموعة من المصادر وجبتنا وقلت لها قبيلة فلان قبيلة ما حدش يعرف يصلحها تجي لنا ما حدش يعرف يجيبها ليه قال لهم لو أسلمت خلاص ما تروحش فيها دي ما بتجيبش فيها قال لهم لو لسه لو هي ما أسلمتش هو هتفهمها أو مرة معاوز من هناك أنا هجيبها لكم مهما كلفها اللي فات وراح وأنا ما أسلمتش وجابها والكلام سجل بيني موجود على اليوتيوب اللي أنتم بتشوفوا وسلمها له البنت قالت له أهلا هيقتلوني قال لها أنا عميتي وقال لها أهلا أنا جبتها لكم يعني في قبلي ما تصغرونيش أحسنوا ليا اشكوها لها منكم ليه إحنا ما دام هي على دينها لازم نرجعها لبابا وماما لأن إحنا عايزين المجتمع يبقى مجتمع فضيلة مجتمع الفضيلة يهمك الفضيلة من المسلمة ومن غير المسلمة يهمك تحمي عرض المسلمة يهمك تعرف تحمي عرض المسلمة الإخوة بيقولوا لي إن بعد إجابة السؤال الناس لعبوا عنها استمرار وجاء واحد منهم وقال لي لو أنت جاوبت الإجابة غير اللي أنت قلتها في البرنامج الفلاني والبرنامج العلاني إحنا كنا هنقول أنت بس بسرعتها قلت لي نفس الاجابه وانت في الاطار الانتخابي انا كده اطمن ان بكون معاك ده انا اقول لك منتهى الصراحه انت بتقول ليه ارتدي ده انا احمد بعرف عليك وقدامك يعني طبيعي الاختيار السؤال المتكرر هنشوفكم في الشارع بعد الانتخابات مش شرط تشوفنا في الشارع هنشوفنا في المسجد هنشوفنا ماشيين في الشارع بنشتري حاجات حاجاتنا موجودين في الشارع ايه؟ بنعرف برنامجنا عليك لما نجح يبقى لنا مقال انتخابيه او مقال للحزب ان المقال يبقى مفتوح في وشك ان انت تيجي تقدم طلبك ويتعامل باحترام ويوصل الى مكانه اذا انا اقول لك دايما الحزب لما بيدخل يخاف اغلبيه تشكل الحكومه او في ظل الدستور المصري المؤقت ده ممكن ما يشكلهاش حتى لو هو الاغلبيه بس على الاقل هيبقى له قدرة عالية على توجيه سياسات الحكومة. يا إما بقى كتلة برلمانية تستطيع أن تضغط على الحكومة، فأنا بقول لك الضرائب اللي بتقولها دي أجنبية يبقى هتدخل التوضيح مباشرة، أقلية يبقى هنضغط بيها على الحكومة، وإحنا من ضمن أهم برامج الإصلاح السياسي إصلاح قانون انتخاب المحليات عشان نيجي المحليات لأن للأسف إحنا بنحمل مجلس الشعب مهمة المحليات، ونظام الصرف كان عاجبه الكلام ده قوي عشان انت يبقى تقييمك لمجلس الشعب ما تقولش سياسات ولا كذا تقول ايه خدمات، الخدمات بتاعت المجلس المحلي، لكن اعضاء حزب لما ينجح منهم ان شاء الله هيقوم بدور المجالس المحلية إلى أن يفعل قانونها وتنتخب ويبقى في عضو مجلس محلي بيتكلم بقى في المشاكل اليومية بتاعت الصرف والمية والكلام ده كله، لكن انت ليه المقالات تكون مفتوحة برضه؟ ايه الضمان؟ انت بقى بتشتغل بالثقة اوثق من تثق فيه وشوف بعد كده هو شغال ازاي. السيارة ميكروباص رقم 6852 تسد الطريق وجاء من صاحبها صورة يعني افتح سيارة ميكروباص نبط في الحزب من جمعة 18 نوفمبر قلت احنا ما ينفعش نبقى شغالين انتخابات اهم عنصر فيها ان في دستور جديد هيتعمل من خلال الانتخابات دي ويجي حد يعمل وظيفة مش مهم هيسميها ايه بس المهم انها بقت جزء من الدستور مجلس الشعب دايما ما ينفعش الاحزاب النهارده كان في اجتماع تنسيقي بين الاحزاب المعترضه على الوثيقه مش الاحزاب الاسلاميه خد بالك لان كل الاحزاب الاسلاميه معترضه لكن بعض الاحزاب الاسلاميه ايضا غير معترضه ايضا وقررنا هنستنى لان ما فيش حد من مصلحته تنزل مليونيات والعمليه الانتخابيه شغاله يعني بدل ما انت تروح تقعد في ميدان التحرير عايز تقعد مع الناخب بتاعك تشوف تقول له زي ما احنا بنقول عشان الناخب يختار على نور لكن في نفس الوقت مش انت تتكلم الناخب في سكه وحد بيلعب في سكه ثانيه. فعلى امل قالوا هنستنى لغايه يوم الاربع تاني بعد ما قالوا هنستنى لحد النهارده كان الحد عمل اجتماع قالوا طب نستنى لغايه الاربع على امل ان المجلس العسكري يتبرا من وثيقه الثقه. مش عايزينه حتى يطيل السلمي، يعني يا ريت لو يطيله لانه راجل واضح ان هو
اعلام الدول انا مش حصيقة دي مش حصد بها اعلام دستوري فيبقى خلاص. السؤال هل دعم المشروعات الصغيرة سنبدا بعد نجاحكم في الانتخابات ام الى الان؟ انا قلت ايه انت ممكن تبقى اقلية في البرلمان فيبقى لك اسلوب عمل معين ممكن تبقى اغلبية لك اسلوب عمل اخر وفي حاجات تعرف تعملها صفة تضحية حتى لو مفيش انتخابات ولكن طبعا القدرات الهجوم الذاتية من المشروعات الصغيرة يعني امبارح لما كنا في عزبة فرعون احد التجار هناك قال انا بعمل مصنع جديد وعايز 500 واحد يقدموا دلوقتي للعزبة دي الراجل تفاعل مع الكلام ويعني مظهور فيه الصدق والاخوانك هيتابعوا معاه اللي هو فانت لو قررت تقنع ناس مبالغ الشاهد الفردي عمل مشروع جامع الكمان تقول انه من ضمن مشاكل الجهاز الاداري في دوله مصر نشاط اداء بسرعه في الميدي انه بيقلل بره انت الحين مشكلتك مشاكل مجتمعك فصل حل المجتمع بتاعك احنا مجتمع مازال يعتمد على العربيه الكهرباء اللي مكسوف منها يروح بلد ثاني قبل لما يشيلها لي يجيب لي مصيد يستشير الزلاله بس تشيلها لكن انت كان عندك الكهرباء وتشيلها كويس وشغال عماله وخليه عمليه تمويل والقلاده بتتم في مناطق خارج الفرقه السكنيه كل دول بيروحوا يبنوها اللي رايح يدور على بلاستيك وازاز وكده دلوقتي انت بتبني شركه شيك جدا ولكن نقطه اخيره الناس اللي بتعمل عمليات تمويل بتدور اللي بيدور على بلاستيك والقلاده عشان اعاده تدويرها بيدور عليها على قوارع الطريق الى قوارع الكلام ده كله اللي هنا الحزب بدا يعمل مشروع ثاني صغير اعتمد بلاش الكهرباء عندك التوك توك اللي جابوه لنا اللي هو شبه النص نقل ده طب يعني شغال العماله اتعمل مشروع زي ده فممكن الحزب يتبنى بعض المشروعات لكن كما تعلم ان الحزب او صراحه التجمعات الخيريه وانا اتكلمت في هذا الموضوع ايضا يعتمد على البنود الذاتيه يعني يقنع بعض ذوي الاموال انه يتبرع وبعض ذوي المجهود انه يتبرع بمجهوده وبعدين ينشا المشروع المشروع ده نسخه منه ممكن تتعمل لما تبقى حكومه بتعمله لكن في الحاله دي بتعمله من ميزانيه الدوله وزي ما كان الاخوه الافاضل ان انت عندك مجالات الانفاق عليها محدود ومتدني مجالات التعليم والصحه وتريب الشباب والكلام ده كله فلازم تاخد من الميزانيه ان الحاجات الانفاق فيها يعني في اصلاح صناديق المخصصة في الوزارات الإنفاق على أندية الكورة إلى غير ذلك تاخد تخفض هذه البنود في الميزانية لصالح الإنفاق على بنود أخرى وبالتالي نتكلم على ميزانية دولة ومشروعات صغيرة ممكن إنك تعرف تحقق المشروع طبعا درجة أفضل بكثير الدولة تمتلك حوافز تشجيعية مش لازم ميزانية هو الحلول كما ذكرنا اللي يفصل حل ممكن حوافز تشجيعية أنت عندك الجمارك والضرايب والكلام ده كله الغاها او تخفيضها حوافز تشجيعيه لرؤوس الاموال يعني انت ممكن تقول والله انت راجل مستثمر كبير عندك مصنع ضخم في برج العرب لو تبتدي 10 مشاريع صغيره على جناحك انا هحفر لك الضرايب وده احسن الضرايب بتجيلك في ميزانيه الدوله رقم فلوس هتعمل بايه؟ تعمل بيه تنميه طب ما لو خليت الراجل على طول وده راجل يعني مصنع ناجح يعني عنده اداره ناجحه وعنده رؤيه ناجحه قول له شيل لي معاك 10 مشاريع صغيره وخليها مغذيه لك يا عم يعني انت لما تيجي انت راجل بتاع مصنع ملابس ضخم خلي مصنع خيوط الحياكه بتاعك مصنع صغير مش ملكك لكن تنفق عليه او تديره او تدخل فيه مشاركه او غير ذلك يعني اقصد ان المشروع الاجابه على السؤال ان ممكن يبتدي من الان او ابتدينا من الان بامكانيات محدوده والامكانيات التطوعيه لكن الدوله بتملك مواد وبتملك حوافز تشجيعيه ممكن تخلي الناس تشترك في البرنامج. سؤال مهم قوي يعني ايه هو البرنامج المفصل لدائره المنتدى؟ طبعا احنا متعودين دايما عقب مجلس الشعب بيتكلم على وصف طرق وعلى ادخال مجالي وعلى حاجات محدوده جدا وقلت لك دي بتاعت المركز المحلي وبالتالي مش متعودين ان اسمع برامج بتتكلم على مصر مع ان مصر لما تتحسن
حسم اسكندريه، اسكندريه بحسم حسم دائره المنتزه، ولكن لا مانع ان في مشاريع تنمويه متفصله على دائره المنتزه. على دائره المنتزه يعني هي ودائره المنشيه فيهم مصير، احنا ممكن مشروع صغير جدا من وزير الخارجيه المصريه تتبنى اتفاقيه تصريح بالصين والصيادين المصريين في المياه الاقليميه اليمنيه والليبيه. ازمه بقالها سنوات، البلاد دي ما عندهاش كثافه سكانيه زينا، ما عندهمش صيادين زينا، احنا عندنا ازمه فبنروح نصطاد هناك. هو عنده حرس حدود شايف داخلها لازم يطاردها، طاردها مسكها لقاها صيادين مصريين، قال لهم شكرا اتفضلوا، لا خلاص طلبوا مني لازم يكون السجن عندي. طب انا ليه الخارجيه لما تملك من اوراق وعلاقات وعندها اوراق كتيره جدا تقول له يا عم اديني تصريح سجن المراكز المصريه عشان لما يروح يروح معزز مكرم يطلع له الراجل بتاع حرس الحدود هناك يطلع له تصريح اتفضل اصطاد، ولو ان ده قصاد ان انا اديله منح تعليميه في جامعه الازهر، اديله منح تعليميه في جامعه اسكندريه على اساس ان الصيادين هم اللي هيستفيدوا. يعني الدوله تمتلك اوراق مش كلها فلوس، تمتلك اوراق كتير. فانا بقول لك مشكله الصيادين هنا الحمايه هي المشكله، البرنامج الزراعي برنامج مكثف جدا، والمنطقه اللي المنتزه فيها ريف حضر المنتزه، منطقه المنتزه كما ذكرت بنتكلم فيه على المشاريع المتوسطه، فدي حاجات والصغيره والمتناهيه في الصغر. اذا الدايره كل قطاعاتها تم تنقيب يعني الكلام عليها في مشاريع. جامعه الازهر لها كليه واحده في اسكندريه هي كليه الدراسات الاسلاميه للبنات، وفي عده مشاريع من متطوعين بالارض والمباني، بس عايزين المشاريع دي كانت واقفه في الكلام السابق لانه مش عايز الازهر ينتشر. وبعدين ازهر في اسكندريه يساوي ازهر سلفي تبقى مشكله، فطرق خلاص يعني الدولات الدنيا فتحت. وبعدين ليه مش عايزني؟ طب ليه مش عايزني انا كسلفي ادخل الازهر؟ مش انت عايز مرجعيه الازهر وانا احترمها واقول لك يا عم انا عايز اجيب الرخصه الرسميه؟ انا درست وعندي، وكان اول ما فتح برضه الانتساب لجامعه الازهر يعني عدد كبير من شيوخنا خدوا الليسانس الشريعه بامتياز جيد جدا، حاطط لهم الكلام مباشره. يبقى مين ده؟ انا بتنزل في الازهر وانت بترافضني، انا جاي بقول لك اديني شهاده اهداف، ده كان الامتحان طالب لسه جديد. انا لا اخفي عليكم يعني بفضل الله تبارك وتعالى احنا نتحدث بنعمه الله، يعني ربما انا شاركت بنفسي في الاشراف على رسائل الدكتوراه جامعه الازهر موجوده ومنشوره في المكتبات. انا بقول لك انا قادر اجي لك مره امتحني اولى وثانيه وثالثه ورابعه عشان في الاخر اقول انا معايا شهاده من الازهر عشان في الجيل ده. ده بيقفل الباب حتى على طالب ثانوي في اسكندريه، طالب ثانوي ازهري ما يعرفش كتير في مشاريع. وطبعا دايره المنتزه الفخمه اللي فيها في الدراسات الاسلاميه للبنات جامعه الازهر مرشحه مرشحه بانها تكون فيها كليات اخرى جامعه الازهر. الاخ يقول لماذا تهاجمون الرئيس جمال عبد الناصر صار تنقص في بعض مؤتمراتكم؟ انا يعني المره اللي في هذا المؤتمر جبت سيرتها بالطيب، طبعا ليها سلبيات كثيره جدا، بس انا طبعا كنت بتكلم على الطبقه المتوسطه وقلت ان انشائها في مصر كان بعد ثوره 52 في المرحله المصريه، ولم يسع في الوقت ان انا انقل ثوره 52 او انقل الحقبه المصريه، ولكن مش عارف لسه يعني اصرار ان انا انقلها. عموما يعني انت لما بنقول برنامج ذو مرجعيه اسلاميه يبقى لازم هترفض الاشتراكيه وترفض الراسماليه. بس فده ما حصلش ليك حتى بعيدا بقى عن حرب الدين والكلام ده كله. الاشتراكيه احنا جربناها وجربنا صدارها المره ومن نصوص الالوان والحكم النمطي والى وان القطاع العام في الاخر توهم لانه ما عندوش منافسه. احنا طبعا جربنا الراسماليه والليبراليه الاقتصاديه سواء جربناها قبل ثوره 52 او جربناها فتره القرن المبارك بالذات ال 15
فين بقى تعمل جوه المدن المشروعات الصغيره والمتوسطه اللي قلنا عليها، او تروح تعمل في القرى في المحافظات الريفيه اللي يطفي الهجره من الريف الى المدن، يعمل في الظهير الصحراوي للمدن المصريه مصانع تشغل الناس هناك. الدوله ما بتدير المال العام، فمش غرامه ربح، انا مش هربح من نفسي. فالراجل اللي غرامه ربح برضه مش مضر، وجوده مفيد ما دام بيربح من الحلال، يبقى هيشغل الناس وهيعمل رواج الى غير ذلك. لكن الدوله ممكن تعمل مشروع يا دوبك يلم همه، بس انا شغال معايا ناس كتير، يبقى انا ممكن نطاق غير جاذبه للاستثمار بروح اعمل فيها مصانع مملوكه للدوله. القطاع العام في نفس الوقت بيبقى واجب مناسب للقطاع الخاص، ده نظرة اشتراكية، سواء في احترام الملكية الفردية أو في الدور المنوط بالدولة، درجة تدخل الدولة في إدارة الاقتصاد، النظرية الاشتراكية فاشلة ومصادمة للإسلام، والاثنين يعني بمعنى الموضوع مصادم للإسلام لازم يفشل، والفشل لازم يكون مصادم للإسلام. النظرية الرأسمالية كذلك، درجة الدول الرأسمالية بتمييل الاهل لتطبيق بعض السياسات الاشتراكيه. ومش مكسوفين يبقى معناتها في الاخر الوسط ده هو الاسلام، بس هم مش قادرين يوصلوه، ولان سيطره راس المال اليهودي على البنوك العالميه والربا هو ده اللي عامل مشكله الراسماليه. قضية المخدرات موجودة طبعا في برنامج الحزب المفصلة، وأقول لك باختصار المخدرات أشبه بمستنقع قاسي له إمدادات بتصب فيه. أنت عايز تلغي توقف تجفف المنابع، بدل ما كان زمان بيقول لك تجفيف منابع التطرف، التطرف عندهم هو الدين، لا تجفيف منابع المخدرات، وبعدين تحاصر المستنقع ده وتصفيه. تكفيف المنابع احنا ما عندناش قوات حرس مدود شويه عشان المخدرات تجينا من بره، وما عندناش اجهزه رقابيه شويه عشان ينحرف بعض اللي بيتاجروا في الدواء واللي المفروض له جداول ولا يصرف الا تذكره طبيب فيبيعوه للشباب. ده اللي بيبيع، اللي بيبيع الكبير خالص عايز حراسه من على الحدود، والوسيط عايز تحلله مشكلة البطالة. والخليل لما يتمسك في الاسم حتى لو في قضية مخدرات يعامل كبني آدم، خد الحكم المقرر بس ما يتقالوش إن أنت مجرم، ومجرد ما تسجل في الاسم بقى طريقة التوبة مستحيل. عندنا في الحديث إذا زالت الأمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثابر، ما يشتمش. فيبقى الوسيط ده رجعه تاني للمجتمع، ترجعه شرب، ترجعه بتأهيل شرعي، ودايما احنا هنرجع للدين مفيش حد غيره، ترجعه بانه باحترام اداريته حتى وهو بيتمسك. فضل المتعاطي ده اهم حاجه. برضه تخليه مشكله البطاله، تربطه باختيار المجتمع، تشوفه هو ليه عايز يبقى مسكوت، ليه مش عايز يحس بحياته، ودي بنت الدافع. ما هو في ظروف ما وصلته انه افضل احواله يكون عامل دماغ، لازم تحلله المشكله دي. لما تجفف المنابع ديت تقدر تحل المشكله. طب احنا كحزب برضه، واحنا حزب نروح لبتوع المخدرات نكلمهم. كان زمان بتاع عند الدولة لو انت راح تتكلم بتاع المخدرات يقبضوا عليك. يقول عامل حاجة بتكلمك يعني حاجة مالهاش علاقة بتاع، يقول لا مش احنا خايف عليك. الواد المبرشم ده تروح تقول له توب إلى الله يضربك مطوة، الإخوة هيزعلوا يطلعوا يضربوك، الأمن يضطر. طب يعني إيه الحل؟ مالكش دعوة بتاع المخدرات. طيب أنت كدولة هتحل، يقول لك أنا أمن دولة فرع النشاط الديني مكتب السلفيين بس، وأنت نازل يا ريت تفوت على المكتب اللي جنبي تقول له الكلمتين دول، ولا راجل حررنا عشان لسه هو البشر مش فاضي.
بيحاول يكسر الكلام ده في اطار الحدود الذاتيه اللي بنتكلم عليها دلوقتي. ممكن فعلا نحل جزء من المشكله في فعلا مدارس المشروع اطار المصحات استشفاء من المخدرات وبعض رجال الاعمال وبعض المصحات يعني ساهمت في ذلك. لا برضه انا تاني برجع اقول لها تبقى دوله للطاقه يختلف طبعا الامر تماما، لكن لازم تعالج مشكله التاجر الكبير التاجر الوسيط المتعاطي والعلاج يكون شامل. يبقى بالفعل كل مشكله عندنا مشكله اغيال القيم اللي انا اتكلمت عليها في البيت هتحل كتير من المشاكل لو واجهتها تاني، ومشكله البطاله هتحل جزء اخر من المشكله، ومشكله ان اللي يتولى يكون عنده القيم عند المسؤولين اللي يخليه ما يفوتش عمليات تهريب المخدرات او عمليات تداولها. وعلى فكره يعني حتى المخدرات اللي هي اصلها ادويه طبيه يسهل جدا حصر الانتاج اللي موجود في الشركات ومتابعته في الصيدليات وطلب بتذاكر او الشتات الطبيه، بمعنى لو مطلوب الحصر حيحصل. واحنا جربنا في مكان يتعلق بنا كان يعني ممكن ايه تلاقي ان مدينه اسكندريه فيها مثلا 100 مصنع عيد، وتلاقي مثلا تاني يوم العيد في 3 خطباء مرسوخين. ليه؟ يقول لك دول الثلاثه اللي كانوا سخنين قوي في 100 مصنع. يعني 100 مصنع اتبعوا وقت صلاه العيد اتبعوا. واتنصب الثلاثه السخنين اعلى ثلاثه واتاخدوا تاني يوم او بره نفس اليوم. يعني قصدي لو في جهاز اداري نشط وشغال هيعرف يحصل حصر مشكله الادويه اللي بتتصرف بدون مشكله مع ان يكون فيها مشكله يعني سهله. خمس دقايق ده انت ما شاء الله عرفت ال طب انا شايف ان الامر تطور قوي. الاسئله صحيح كلها مهمه. خلينا اكد بسرعه كده السؤال ان ال او واحد يقول يا ريت تبقوا ترجعوا لما تبقوا في اعضاء في مجلس الشعب تبقوا ترجعوا تاخدوا ارائنا في الحاجات. انا عايز اقول لك في قوانين العالم يعني اختيارين. هل النائب بمجرد اختيار انتخابه استقلت ارادته عن اراده الناخبين وبالتالي بيكون رايه هو المجلس، ولا ارادته ما زالت مرتبطه باراده الناخبين فلازم يرجع لها؟ النظام المصري ان اراده الناخب تستقل عن اراده الناخبين بمجرد الانتخاب. فده القانون اللي يحكم البلد، لكن نعاهدكم اننا لن نطبق هذا الامر لان هو القانون بيطبقه، بمعنى لن تستقل ارادتنا عن اراده الناخبين وسنحاول دائما ان نرجع اليها بالذات في المسائل التي تهم الشان العام. ذوي الاحتياجات الخاصه اللي انا اتكلمت على ان الدوله مش دورها انها تربح، دورها انها تعالج المشكلات في الاماكن التي تعاني مشكله، نفس القضيه في الاشخاص الذين يعانون مشكله، وبالتالي الدوله مسؤوله ان تنشئ يعني مشروعات لاستيعاب. طبعا موجود الان قانون، ولكن مش كل يعني القانون الان بيقول ايه؟ ان كل الشركات ملزمه انها تعين 10% من ذوي الاحتياجات الخاصه. فتلاقي نتيجه غياب الموجود. ولكن ان احيانا صاحب العمل بيبقى شايف مرهق وضرايب ومرهق 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 وده مزيد من الارهاق فبيتلاعب في ال 10% دول فيجيب ناس فلان ولكن عاش مره قضيه او كذا او غير ذلك من الامور دي حل ضر وفشل. فاما انك تعيد تجويد وتحسينه واما تقول لا ده هي الدولة مش بتقبل انهم يتعينوا كبطالة مقنعة ولكن تستثمر وتوجد لهم عمل. احنا ربما كنت انا والشيخ اشرف في رحلة 6-7 شهور كده في سويسرا من الاسلاميات
فكان الإخوة اللي بقالهم سنين هناك بيعتمدوا على صناعات يدوية بسيطة جدا. شيخ الناس ممكن تفتكر سويسرا في سويسرا طوع يعني. فكان الناس اللي هناك بيعتمدوا على صناعات يدوية عم بيجيب خرف وينسب منه ماديات ومحافظ وكده ويبتدي صناعة يدوية رائعة جدا لسه احتفظت ببعض حاجاتها عندنا. وكانش للأسف رجل أعمال ناجح بالمناسبة فكان بيفكر يعمل مشروع يشتري منه منتج بتاع بس كانت من أهم الدولة. فأنا أقصد إن كل يعني العقل المصري عقل مبدع وفي ناس محبوسين جوه السلك زي دولة الإنتاجات الخاصة بحرفة يدوية بسيطة جدا ومعرفش يتعاملوها ازاي كنا بقى بنتفرج عليهم يعني مهارة وصبر كبير. ومن أي حاجة ده لو بتاعت السياح السياح بيحبوا جدا حاجة الإيه؟ الصناعة اليدوية البحرة هاند ميد. فكلام كويس نصح فيها المشروع ده بعد ذلك أنا بالنسبة يعني المشروع القانون الإجرائي الطويل إجبار إنه أنا أحكم بالسؤال ده لأن الوقت طول قوي. إجبار المزارعين على زراعة القمح والذرة عايزين نقول ما ينفعش الدولة تشيل المواطن وهي اللي معاها ميزانية العامة. ألا لو أجبرت المزارع يزرع قمح ماليش بعد كده أقول له هشتري منك بالسعر العالمي أو ربيع أنت. إذا أجبرته يزرع قمح يبقى الدولة تشتري منه بهامش ربح يتناسب مع تكلفة وليس مع السعر العالمي. والكلام ده كان مطبق في السعودية إلى ما قبل حرب الخليج في زراعة القمح خاصة. وكانوا حققوا وفرة في القمح لدرجة إنهم يدونا منه. طبعاً بعد الحضور الأمريكي في المنطقة كل حاجة نافعة وأهلها عندنا وعند غيرنا. برضو لما الدولة شايفة إن قانون الجواب القديم ما تقدرش تقرر دلوقتي الأغراض الاجتماعية يبقى هي اللي تشيل الفرع هي اللي معوض المال. المستأجر الراجل ما قدرش يحضر له قانون الإجرة يبقى الدولة معوض المالك لغاية ما هي تحل مشكلتها بين إطالة المساجد وحل مشكلة الإسكان. فإذا في سياسة للدولة إنها بتحل مشاكل بس على حساب الناس فيبقى ذلك نوع من الحكم والحسد والتضارب بين الناس. المطلوب أن الدولة تحل ميزانيتها العامة وليس على حساب طائفة من الناس. ما حلش مشكلة القمح على حساب المزارعين ولا يعني غير ذلك من المشكلات. فيبقى الدولة أهم ذلك في الميزانية أنها بتابع زراعة القمح وتشتري سعر القمح من المزارع بسعر يتناسب مع تكلفة لا مع السعر العالمي. تشتري منه القطن نفس الطريقة وعوض المالك عن الإجراءات الطريقة يبقى دي بنود لتحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية وإنها تحقق التنمية في مرار ذلك. طبعا في أسئلة كتير قوي لكن التزام بالوقت ولأن احنا طولنا عليكم نكتفي بهذا القدر. سبحانك اتفضل 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 قول اتفضل. مفيش دولة تحترم نفسها في الدنيا لما يجي حكومة جديدة تلغي اتفاقات الحكومة القديمة. وبالتالي احنا كنا وقائمين على اتفاقية السلام وما زلنا شايفين انها اتفاقية مكلفة جدا لمصر لكن مستحيل تلغيها وإلا أفراد أخرى تلغي اتفاقياتها معاك وتبقى زناء وتبقى تسقط مشروعية دولة مصر في العالم. لكن ايه الحل؟ في اتفاقيات قابلة للمراجعة زي اتفاقية بيع الناس، في اتفاقيات قابلة لحصار الشعب زي اتفاقية السلام مع اسرائيل. ما تقعدش تحارب كل انت امريكا دولة ملتزم يبقى انا صغار، لكن ما تحاربش بقى الناس اللي ممكن تنمي ان دول ما زالوا اعداءنا حتى لو احنا قابلنا منهم معاهدة سلام الى غير ذلك. فاذا تستطيع ان تجمع بين الوفاء والتزاماتك الدولية وما بين معالجة الآثار السلبية للتوقيع على الاتفاقية
قضية دولية لم يكن تنمسك توقيع عليها، مش راح أوقع عليها في وقت ما وصلت مزدلة الدولة المصرية، بس أظن إذا قلنا أن تصل إلى الحكم فلا بد أن تحافظ على هذه المعاملات، ثم تتخذ التدابير لما هم يقولوا الرعب، لما تقعدش أنت بقى دافع يبقى تحرك قضايا دولية لإثبات أن هم الذين نقلوا أو على الأقل إحنا قلنا في حادثة الكويت اللي فات كنا نتمنى أن المجلس العسكري ومجلس الوزراء يتحرك لتغيير ردة قضية السلام. أنت جيت تغطي لي جنودي يبقى الغير شرط التقييد على عدد الجنود الموجودين في المنطقة المنتخبة الصغيرة على الأقل أن أنا أعرف فيها أسلحة خطية ومدرعات وعدد أكبر من الجنود، ولعل المجلس العسكري حاول في هذا على استحياء يكون زي وعده المرات اللي حصلت مشاكل كتير، لكن ده مطلوب بعد كده استثمار أخلاق إسرائيل في تعليم جنود معاهدة السلام. جزاكم الله خيرا جميعا على ساعة حضوركم وتلبية الدعوة، جزا الله خيرا كل من تعاون في تنظيف المؤتمر فريق ونخص بذلك فريق الشباب الشيخ السيدي بشر القمري، كما نتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع أعضاء الشيخ السيدي بشر القمري، وجزاكم الله خيرا جميعا.